السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة لازم ننبهك على حاجة مهمة جدا. عزيزي المشاهد، لا تجعل مشاهدتك للفيديو تؤثر على قيامك بالصلوات المفروضة، فسوف تسأل أمام الله عز وجل عن قيامك بالصلاة ولن تسأل عن مشاهدتك لليوتيوب. وتاني حاجة، فلسطين سوف تظل في القلب دائما ولن ننساك أبدا. وآخرا عزيزي المشاهد، ما تبخلش علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وان تشاركنا برأيك في التعليقات، وما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. وبنشوف ايرين وهو بيقول: كانت ابنتا عائلة ستيلفورد تتمتعان بصفات مختلفة تماما، فكارين الابنة الكبرى التي تتمتع بدفء يشبه ضوء شمس الربيع، وأما دارين الابنة الثانية وهي أقرب ما تتصف به الباردة الحقيرة. ومما لا يثير الدهشة، فدارين كان يخشاها جميع عمال القصر والخادمات. وبنشوف دارين وهي بتقول: لا أعرف شيئا، هذه ليست الإجابة التي أريد سماعها منك، سأسألك مرة أخرى، ما الذي يخفيه إيرين عنا؟ وبنشوف الخادمة إيجيل وهي بتبكي وبتقول: أنا مجرد خادمة تعتني بالسيد الشاب، كيف يمكنني معرفة ذلك؟ لكن دارين بتتعصب عليها وبتقول لها أيتها الوقحة، وفعلا بتروح عشان تضربها، لكن فجأة بتسمع صوت بيقول لها: ما رأيك أن تتوقفي؟ وفعلا بيظهر إيرين وبيكون هو بيتكلم. وبتقول دارين: انظروا من لدينا هنا، عزيزنا الصغير، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ فبيرد عليها إيرين: أريد أن أسألك بدلا من ذلك يا أختي، ماذا تفعلين لخادمتي؟ فبترد عليه بكل غطرسة: يا إلهي، أنت تتعامل معها بشكل جيد، منذ متى تعامل الخدم بلطف؟ هل هذا لأنها مسؤولة عنك؟ كانت تؤدي وظيفة خادمة مرضية لك، أليس كذلك؟ فبيرد عليها إيرين وبيقول لها: فقط اتركيها وشأنها. فبترد عليه وهي متعصبة: عليك البقاء خارج الموضوع، أنا فقط أعلمها درسا عن شيء خاطئ ارتكبته، لا، في الواقع يجب أن تكون شاكرا لي، ففي النهاية أنا أقدم لك معروفا وأعلم خادمتك من أجلك. وفعلا بتروح عشان تضرب إيجيل تاني، وإيجيل بتتفاجأ وبتقول سوف أتعرض للضرب، لكن فجأة بنشوف إيرين وهو ماسك إيد أخته واستطاع أن يوقفها وبيقول لها: إذا كان لديك أي شكوى بشأن خادمتي فأخبريني أنا بذلك بدلا منها. فبتتعصب عليه وبيقول لها: هل تجرؤ على لمس يدي؟ اتركني. فبيتعصب عليها إيرين وبيقول لها: قلت لك اتركيها وشأنها. وفعلا بيلقي بها إيرين. وبنشوف دارين وهي ملقاة على الأرض وبتصرخ على إيرين بتقول له: لابد أنك فقدت عقلك حقا، فقط ماذا تعني لك تلك الخادمة الوضيعة؟ فبيرد عليها إيرين: نفس الشيء بالنسبة لك، لو لم تفقدي عقلك لكان من الأفضل ألا تلمسي أي فرد يخصني. اعتذري لإيجيل قبل أن تصبح الأمور سيئة. فبتنصدم إيجيل من الكلام ده، حتى دارين بتنصدم. وفجأة بتبدأ دارين بضرب نفسها، وبتستغرب عليها إيجيل وبتقول لها: أنستي، لماذا تصفعين وجهك فجأة؟ وفجأة بنشوف دارين وهي بتضحك وبتقول لإيرين: لا تتصرف بغطرسة، من برأيك سيقف والدي في صفه إذا هرعت إليه بهذه الإصابات؟ أتساءل ما هو الوجه الذي سيضعه إذا أخبرته أن الصغير هو من رفع يده عليه. فبيشمئز منها إيرين وبيبصلها بكل حقارة وبيقول لها: أنت لا تفشلين أبدا في تجاوز توقعاتي يا أختي. فبتستغرب دارين عليه، وبيجرب منها إيرين وبيقول لها: أريدك أن تبقي في ذهنك ما قلته لك الآن قبل أن تفعلي ما يحلو لك. وفعلا بيقول لها إيرين شيء. وفجأة بتنصدم دارين وبتقول: ماذا؟ لا علاقة لي بأي من ذلك. فبيبصلها إيرين بيقول لها: حقا؟ إذا سأمضي قدما وأخبر أبي إذا كان هذا لا بأس به. فبتتعصب عليه دارين جدا وبتقول في نفسها: كيف اكتشف إيرين كل ذلك؟ فبتقول للخادمة: أجل، إنه خطأي، سأحرص على عدم حدوث ذلك مرة أخرى. فبنشوف إيرين وهو بيقول للخادمة: إيجيل، هل أنت بخير؟ فبتقول له: نعم، أنا لا أستحق مثل هذه المعاملة، ومع ذلك أنت قد ذهبت إلى هذا الحد من أجل حماية خادمة مثلي. فبيقول لها إيرين وهو متعصب: يا إيجيل، أنت شخص يخصني، إذا تجرأ أي شخص على لمس أي فرد يخصني فلن أسامحه بغض النظر عن هويته، حتى لو كان الإمبراطور نفسه، لذلك لا تقللي من تقدير نفسك.
فبترد عليه بتقول يا سيدي الشاب أشكرك كثيرا. وبنشوف دارين وهي بتقول في نفسها هناك شيء مخيف حيالة، فقط كيف عرف عن ذلك؟ وبنشوف إيرين وهو واخد الخادمة بتاعته بيقول لها إيجل أنت شخص يستحق فعلا التقدير، هل تفهمين ذلك؟ فبتقول له نعم. وبنشوف دارين وهي بتقول في نفسها هل يمكن أن يكون أولئك قد سربوا المعلومات إلى إيرين؟ مستحيل، كيف يمكن لإيرين أن يكتشف شيئا عن هذا الأمر؟ وبعد مرور بضعة أيام على هذه الحادثة بنشوف أن أعضاء التحالف المتعدد وقائدهم هاريستو ما زالوا منقسمين فيما بينهم. والتحالف المتعدد هو تحالف بائع كريستالات المانا متعددة الأبعاد. وفجأة بنشوف انه في واحد بيقول هذا لا معنى له وبيتعصب هاريستو. وبنشوف انه في شخص بيقول ايرين ذلك القزر أليس مجنونا؟ يبيع بلورات المانا متوسطة الجودة مقابل 7 عملات، كيف يكون ذلك ممكنا؟ من أين حصل على كل هذه الكريستالات أصلا؟ مستحيل لأي تاجر أن يكون مجنونا بما يكفي لتوفير كريستالات المانا له بسعر منخفض إلى هذا الحد. فبنشوف هاريس وهو منصدم وبيقول هذا ما قالوه. وبنشوف رسالة مبعوثة من شخص اسمه بائع الحجر وهو شخص مجهول، وبيقول أرستو هناك طريقة، ربما كان شخصا يائسا بما يكفي للحصول على العملات. فبياخد باله أرستو من الكلام ده وبيقول بائع الحجر، هل كان هذا الرجل موجودا دائما؟ فبيدخل هاريستو على بيانات بائع الحجر وبيشوف انه هو انسان مستوى المعاملة المستوى 1 وزي الروح تاجر خبير، وبيقول من يكون ولما اشعر بانه غير مألوف ابدا، كل من مستواه وزي الروح يدلان على انه تاجر متمرس. وفجأة بنشوف رسالة من بائع الحجر بيقول فيها في بعض الأحيان يكون امتلاك 10 عملات في الوقت الحاضر أكثر قيمة من امتلاك 100 عملة في المستقبل. فبيقول هاريستو في نفسه لديه وجهة نظر، ولكن وبيقول له حسنا يمكنني الفهم، حتى أنني أقوم بإجراء معاملات سرية عندما أكون في حاجة مثل العملات. فبيرد على بائع الحجر أجل، وبسبب مزودي الخدمة أمثال هؤلاء فإن الاضطراب ينتشر أكثر. فبيرد عليه هاريستو إذا ماذا تقترح أن نفعل؟ فبيرد عليه نحن بحاجة إلى اختيار أحد الخيارين المتاحين، أولا شراء كل شيء قبل أن يتمكن الموزع من الوصول إليه. فبيتعصب عليه هاريستو بيقول له هذا الاقتراح مستحيل من الناحية الواقعية، ما هو الخيار الآخر؟ فبيرد عليه وهو مبتسم وبيقول تخفيض سعر بلورات المانا أكثر منه. وفعلا اقتنع هاريستو بهذا الخيار، وبالتالي خفض تحالف التجار سعر بلورات المانا بشكل كبير، وقام العملاء بشرائها بجنون. وفجأة بنشوفهم هما بيكلموا بعض اخرز وخذ مالي، حتى انني دخلت في الديون من اجل هذا، لقد اقترضت القليل من المال فقط، اما انا فقد بعت منزلي الخاص من اجل هذا. متى برأيك سيتم التوقف عن خفض السعر؟ من يهتم باشياء كهذه؟ فكر فقط في طرق للحصول على المزيد من العملات، نحتاج إلى التخزين بينما السعر منخفض. وفجأة بنشوف إشعار بيظهر قدام إيرين وبيقول سعر بلورات المانا متوسطة الجودة يتقلب متوسطها من 6 عملات إلى 5 عملات ونصف. فبيتفاجأ إيرين وبيقول يا إلهي أعتقد أنها ستصبح حربا لخفض السعر الآن، الطلب أصبح جنونيا، سأكون أكثر انشغالا من الآن فصاعدا. وبينتقل بين المشهد إلى أرستو وهو بيصرخ وبيقول اشرح لي، ألم تقل أن خفض السعر سيؤدي إلى نتائج مؤكدة؟ فبيرد على بائع الحجر لا أتذكر قول ذلك، لقد قلت فقط أنه من أجل منع الموزع من الحصول على كل بلورات المانا نحتاج إلى خفض السعر. فبيرد على هاريستو حتى لو قلت ذلك إنه يواصل مبيعاته لبلورات المانا حتى بينما نتحدث الآن، كلماتك لم تعد مقنعة للغاية. فبيرد على بائع الحجر لا بأس معي، انتقدني كما تريد، فصحيح أن توقعاتي كانت خاطئة، هذا هو الحال إذا كنت تخطط للاستسلام لذلك المزعج هكذا. فبينصدم هاريستو من الكلام اللي بيقوله وفجأة بيصرخ وبيقول أستسلم لرجل مثلي؟ لا توجد طريقة يمكن أن يحدث بها هذا على الإطلاق. فبيقول له بائع الحجر إذا يجب أن تضع ثقتك بي مرة أخرى. وبنشوفه وهو بيضحك وبيقول لدي خطة سرية أخفيها لإيقاف ذلك المزعج.
فبعد كل شيء الوافد الجديد يفقد زخمه ببطء، فبيتعصب عليه وبيقول له يفقد زخمه ببطء إنه حتى لا يظهر تلميحا لكونه يتباطأ. فبيرد عليه بيقول له لا متأكد، ماذا كانت خطة التشتت؟ ألم تكن إذا خفضنا عملة واحدة فإنه سيخفض عملتين؟ لكن سعره ظل كما هو منذ الأمس. فبيتفاجئ أرسطو بالموضوع ده، بيقول فهمته الآن. فبيقول له لا بد أنه يقترب الآن من حده. فبيقول أرسطو فهمت، ولكن كيف نعرف أنه لا يخفي شيئا آخر؟ إنه ذلك النوع من الأشخاص الذين يخفون الأشياء حتى اللحظة الأخيرة ثم يكشفها. لديه بالتأكيد المزيد من الحيل في يده. أنا فقط لا أفهم لماذا يخاطر بتكبد خسائر أثناء التداول. فبيقول له هناك إجابة واحدة فقط، هو يخطط للسيطرة على تجارة الكريستالات المانا بأكملها. فبيتفاجئ أرسطو من الكلام ده وبيقول لكن هذا مستحيل، ماذا عن حد المبيعات؟ يمكن حل هذه المشكلة بسهولة شديدة عن طريق جمع بعض المساعدين وجعلهم يبيعون الأشياء بدلا منه، أو إنشاء تحالف كما فعلنا نحن. أليس هذا هو سبب تشكيل التحالف؟ فبينصدم أرسطو من الكلام ده. فبيقول له بائع الحجر جمع عدد من البائعين والزيادة من سيطرتك على أعمال كريستالات المانا. وفي النهاية ينتهي بك الأمر في وضع يمكنك فيه التحكم في سعر كريستالات المانا كما تريد. أليس هذا سبب توليك منصب رئيس التحالف؟ فبينصدم من الكلام ده وما بيبقاش عارف بيقول ايه. وبيكمل بائع الحجر لأكون صديقا تماما، عندما أدركت ما كنت تخطط للقيام به شعرت بالإلهام من تصرفك. فبيقول في نفسه كريستو أنا لم أفكر في ذلك من قبل. فبيرد عليه أنا معجب بك أيها الرئيس. فبينبسط كريستو من الكلام ده وبيقول لكن هذا لا يبدو سيئا. وبيقول له هذا صحيح، كانت هذه خطتي الكبيرة للتألق كل هذا الوقت. فبنشوف بائع الحجر وهو مبتسم وبيقول الخطة الكبيرة يا للحماقة. بنتفاجئ جميعا ان الشخص ده هو إيرين بنفسه، وبيقول في نفسه على الأرجح انه أراد فقط ان يناديه الأعضاء بالرئيس، استطيع الرؤية من خلاله. وفعلا بنشوف إيرين مفعل تقنية خاصة وهي معرف المستخدم، وهي الاسم المستعار بائع الحجر، النوع إنسان، موقع التواصل النظام رقم الأرض 89، مستوى المعاملة المستوى 1، زي الروح تاجر خبير. وبتظهر إشعار قدام إيرين وبيقول الاسم المستعار إيرين والنوع الإنسان، موقع الاتصال النظام 0، رقم الأرض 1342. تم استخدام الامتياز الخاص للمستوى الأقصى، عدم تناسق المعلومات. وبنشوف إيرين وهو بيقول توقعت تشكيل هذا التحالف منذ أن بدأت بيع البلورات المانة، على الرغم من حدوث ذلك بشكل أسرع مما كنت أتوقع، لكني أملك امتيازات كبار الشخصيات معي. وفعلا بنشوف إشعار بيقول عدم تناسق المعلومات المستوى الأعلى، يمكن تغيير معلومات المستخدم الخاص بك كما تريد، معرف المستخدم استثناء، يمكن تعيين كل المعلومات بحرية على أنها خاصة أو عامة. إذا كان للطرف الآخر عين الإعلان الإلهية المتقدمة فلن ينجح هذا عليه. وبيقول إيرين امتياز خاص ذو مستوى أعلى لن يتمكن الأشخاص في النظام الأدنى من التفكير فيه، ولكن بالنظر إليها يبدو أنها حيلة قوية للغاية، ولكن المعلومات هي جانب مهم في التجارة، لذا يمكنني أن أفهم لماذا يكون التحكم في المعلومات امتيازا خاصا. وهنا نعرف عزيز المشاهد أن إيرين انضم إلى المجموعة منذ تشكيل هذه المجموعة من البداية. وبيقول على الرغم من أنني لم أكن ذو حضور قوي هناك، وهذا الأمر كان متعمدا مني بوضوح من أجل خلق هذه المنافسات والربح منهم. ربما يكون هناك نوعان فقط من الأشخاص الذين يشاركون في هذه المنافسات. أولا أولئك الذين لا يستطيعون العيش بدون ربح مباشر، أو المجانين. ونشوف أرسطو وهو متعصب بيقول سنبدأ بإيقاف إيرين الذي يزعجنا، وسنظهر في النهاية قوة التحالف. وبيقول إيرين في نفسه وهارستو الذي يكون قائد هذا التحالف لا بد أنه يفكر في شيء يمكن التنبؤ به بسهولة. وبنشوف هارستو وهو بيقول تماما عندما يكشف المخرب عن حدوده ستكون فرصتنا المثالية للإضرار به.
لذلك يجب أن نتوصل إلى اتفاق على الفور. وبنعرف أنه إيرين حاسب كل الكلام ده وبيقول: فإنه إذا نجح في طرد إيرين وتولي تجارة كريستالات المانا فسيمكنه التحكم في السعر بالطريقة التي يريدها، وإذا ظهر تاجر يتحدى التحالف سيتم القيام بإجراء فوري من قبل التحالف لإبعاده. هذا هو السيناريو المثالي الذي يدور في ذهن هاريستو. ونشوف إيرين وهو بيضحك وبيقول: وقيادته إلى التفكير بهذه الطريقة هي بداية تألق الكبير. لا بد أن أعضاء التحالف العاديين لم يدركوا ذلك بعد، لكن ضمن هذه المنافسة المحتدمة بدأ البعض في اتخاذ موقف دفاعي أكثر. ومن خلال المراقبة الدقيقة للمنافسين بين إيرين والتحالف، فإنهم يخططون لتوظيف طرف ثالث لجلب كل بلورات المانا لأنفسهم. والذكي الوحيد الذي يستخدم هذه التقنية ليس أحدا غيري، بيقول في نفسه: تمسك بها عندما تكون رخيصة وقم ببيعها عندما تصبح باظة الثمن. هذا شيء طبيعي فإنها قاعدة ذهبية للتجارة. ولكن الآن قد حان وقت الجلوس والاسترخاء والانتظار للأحداث القادمة. وبينتقل بين المشهد إلى غرفة دارين، وبنشوف دارين وهي متعصبة وبتقول: كيف علم ذلك الصغير بذلك؟ فقط كيف؟ وبتقول في نفسها حتى أنه ذكر اسم الشركة بوضوح. وبنشوف إيرين وهو بيقول لها: شركة داميين. فبتسمع فجأة صوت حد بيخبط على الباب وبتقول: من هناك؟ ألم أطلب ألا يزعجني أحد؟ فبتسمع صوت إيرين وهو بيقول لها: أنا إيرين يا أختي. فبتنصدم وبتفتح الباب وبتقول له: ماذا هناك؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ فبيرد عليها: أعتقد أن الوقت قد حان لنتحدث حول ذلك الشيء. فبترد عليه: ذلك الشيء؟ فبيقول لها إيرين: كما تعلمين شركة داميين. فبتسكت وبتقول له: ادخل. وبنشوف إيرين وهو بيقول في نفسه: تقوم شركة داميين بتزويد المنازل بالإمدادات اللازمة، وهي شركة مستقرة نسبيا ومحترمة، ومع ذلك تكمن المشكلة في حقيقة أنها على علاقة حميمة مع دارين. بعد أن أصبحت سيد الأسرة استخدمت الشركة الأموال الاستثمارية كذريعة للمطالبة بالعلاقة. لم أكن أعرف عنها من قبل، لكن أعتقد أنه يمكنني استخدام هذا للعب مع دارين قليلا. وبنشوف دارين وهي قاعدة مع إيرين وبتقول له: كيف عرفت بهذا الأمر؟ فبيقول لها إيرين: خضعت الشركة التجارية لتغيرات واضحة بعد أن بدأت المشاركة في شؤونها، هذا واضح للغاية. فبتتعصب عليه وبتصرخ عليه وبتقول له: ماذا عن الإثبات؟ أين دليلك؟ فبيضحك إيرين وبيقول لها: اهدئي قليلا، أنا هنا فقط لأقول أنني أتفهم موقفك. فبتنصدم وبقول: ماذا؟ فبيقول لها إيرين: أنا أصغر أبناء العائلة، حتى لو كنت عضوا في عائلة ستيلفار فمن المحتمل جدا أنني لن أحصل على أي شيء من العائلة، لكن كابن بما أنني أتقنت تنفس الفولاذ ربما سيمكنني كسب لقمة العيش كمبارس. ولكن ماذا عنك أنت؟ أتفهم تماما أنك تحاولين إيجاد طريقة لكسب لقمة العيش مستقبلا. فبترد عليه وهي متعصبة: لا إيرين، لقد كنت تخفي ذاتك الحقيقية حتى الآن، وأنت الآن تحاول الحصول على شيء مني، ماذا تريد؟ فبيرد عليها إيرين: انتظري اللحظة واستمعي فقط إلى ما أريد أن أقوله لك. وبيقول في نفسه: كما هو متوقع من دارين إنها لا تقع في الأمر بسهولة. فبيكمل إيرين وبيقول لها: أختي، هناك شيء واحد يثير فضولي، هل قمت برشوة الشركة أولا أم طلبت المساعدة منهم أولا؟ فبتتوتر دارين من الكلام اللي بيقوله لها إيرين وبتقول له: هم من تقربوا مني أولا، قالوا أنهم يريدون فقط أن يقدموا لي معروفا، لكن في النهاية اضطررت إلى رد الجميل لهم مقابل الخدمة. وبنشوف إيرين وهو بيقول في نفسه: إنها تكذب، وحال لشركة كبيرة مثل شركة داميين أن تكون هي التي اقتربت منها أولا. وبتصرخ عليه أخته وبتقول: هل أنت راض الآن؟ يجب أن تكون سعيدا جدا الآن، انتقدني كل ما تريد. فبيضحك عليها إيرين وبيقول لها: كما قلت هذا ليس سبب وجودي هنا، أتساءل كيف يمكنني كسب ثقتك؟ إذا فكرت في الأمر ألسنا في وضع مماثل؟ فبتستغرب أخته بتقول له: ماذا؟ فقط ما الذي تريده مني؟ فبيقول إيرين في نفسه: لديها مثل هذا المزاج المتقلب حقا. فبيقول لها: دارين، لماذا لا نبدأ العمل معا؟ فبتنصدم دارين وبتقول: ماذا؟
فبينظر إليها إيرين بكل ثقة وتفاخر وبيقول في نفسه: ماذا عن هذا؟ ربما تكون هذه صفقة من الصعب رفضها، أليس كذلك يا أختي العزيزة؟ ومع مرور الوقت بنشوف إنه إيرين أنا الاتفاق مع أخت دارين وبيقول لها: إذا سأترك الأمر لك. فبترد على دارين: حسنا سأخبرك بالتفاصيل لاحقا. لكن دارين بتكون شاكة في أخوها ومستغربة التغير اللي حصل له. لكن بنشوف إيرين هو بيقول في نفسه: على الرغم من أنه كان اتفاقا مليئا بالأكاذيب، إلا أنها ليست صفقة سيئة في الوقت الحالي. أنا مضطر للتعاون معها الآن، لكن علي أن أرى ما سيحدث على المدى الطويل. الشيء المهم حاليا هو هاريستو. وفجأة بياخد باله إيرين أنه جاته رسالة، وبيفتح هذه الرسالة بنشوف إشعار بيظهر فيه: لقد تلقيت 800 عملة من طائفة جبل الخيزران. وبنشوف محتوى الرسالة: من طائفة جبل الخيزران، لا يمكنني أن أشكر منقذنا بما فيه الكفاية، لقد أرسلت هذه الهدية كما وعدت. فبيتفاجأ إيرين وبيقول: يبدو أنهم قبضوا على كيتشول لي، المكافأة هائلة جدا. وفجأة بيظهر إشعار تاني بيقول: تلقيت حبة خيزران الحياة، الكمية 10 قطع من طائفة جبل الخيزران. فبينصدم إيرين وبيقول: ماذا؟ هو قد أعطاني الكثير، حبة خيزران الحياة؟ وبنشوف إيرين وهو مصدوم ومتفاجئ من هذه الحبوب. وبينتقل بين المشهد للجانب الآخر من تجارة الأبعاد، وبنعرف إن المستخدمون كتاب تجارة الأبعاد حرفيا وجدوا منجما من الذهب، فقد حصلوا على الكثير من كريستالات الطاقة المتوسطة بأسعار منخفضة. وبنشوف هاريستو وهو مصدوم وبيقول: الدرجة المتوسطة سأقوم بتخفيضها بمقدار 3 عملات. وفعلا بنشوف إقبال كبير على هذه الكريستالات، وذلك بسبب حروب الأسعار الدامية التي شنها إيرين والحلفاء. ومنشوف هاريستو وهو بيقول: ومع ذلك الكريستالات ذات الدرجة المتوسطة محدودة مرة واحدة في اليوم، ويمكن للزبون شراء 5 قطع فقط. وبنشوف إيرين وهو بيقول: بالطبع كان لدى هاريستو خطته الخاصة به، يبدو أنه يحاول تقليل خسائره. كنت أتساءل لماذا خفضها إلى 3 عملات، لكن يبدو أنه كان يستخدم عقله قليلا. لكن لدي عدم تناسق المعلومات، كل ما علي فعله هو تغيير الاسم المستعار الخاص بي وشراءها بكميات كبيرة. وبنشوف إيرين وهو بيقول في نفسه: حتى أنني أشعر ببعض الأسف عليه، ولكن هذه هي التجارة يا عزيزي. ولكن أيضا إذا كنت تأخذ في الاعتبار سعر البيع بالإضافة إلى استرداد النقود، فعليك فقط دفع حوالي 3 عملات لكل الكريستالة. وبنشوف إيرين وهو بيتفقد المخزن الخاص بي، وبنعرف انه فيه الكريستالات من مانا متوسطة الدرجة هي 480 قطعة، ويوجد 10 حبات خيزران الحياة. فبينصدم إيرين وبنشوفه سعيد جدا وبيقول: جيد، سأهدف الى حوالي 500 قطعة اخرى. وبنشوف محادثة ما بين هاريستو وبائع الحجر، فبيقول هاريستو: ماذا عن المنافسين؟ فبيرد على بائع الحجر: لم يتحركوا منذ وصل السعر الى 5.5 عملة، يمكنك سماع نقيقهم. فبيرد على هاريستو: جيد، دعونا نستمر على هذا النحو. وبيدخل عليهم واحد ثالث في المحادثة اسمه مانا كريستالات بلس، بيقول لهم: قد يبدو أننا في خسارة حاليا، لكن سيكون ربحا هائلا لنا على المدى الطويل. وفعلا بنشوف إيرين بينفجر من السعادة وبيقول: أوقفوا هراء الواحد والاثنين خاصتكم، لقد أصبحت فاحش الثراء أيها الحمقى. وفي نفس الليلة في شركة داميان بنشوف شخص عند حراس الشركة، وبنشوف الحارس بيقول له: المعذرة، لا يمكنك الدخول إلى هذا المكان، رجاء ارحل. فبيرد عليه وهو متعصب بيقول له: تحرك من أمامي، أحضر للمدير حالا. فبينصدم الحارس من الكلام ده وبيقول له: هذا الشخص أخبره أن يلاف هنا. فبيقول الحارس: حسنا انتظر لحظة. وفعلا الحارس بيكون مستغرب من صوت الشخص ده وشكله. وفجأة بيظهر حارس تاني وبيقول له: كنا في انتظارك سيد يولاف، من فضلك تعالى، الأنسة دارين تنتظرك بالداخل أيضا. وفعلا بيشوف أن السيد يولاف ذهب مع هذا الحارس، وبيقول له الحارس: من هذا الطريق، تفضل يا سيدي. وفعلا بيدخلوا غرفة بنتفاجئ أنه موجود فيها السيد داميين وهو صاحب شركة داميين، والأنسة دارين موجودين بهذه الغرفة وهم في انتظاره. وبنشوف السيد داميين وهو بيرحب بي وبيقول له: تحياتي لك أيها السيد المحترم، أنا الرئيس شركة داميين. لكن بنشوف دارين وهي مصدومة من هذا الرجل وبتقول: من هو هذا؟
ما الذي يحدث هنا بالضبط؟ كيف يعرف الطفل الخاص بعائلتنا شخصا مثل هذا؟ هل بالفعل هذا الشخص مزود كريستالات مانا؟ ربما انه فخ، هل يحاولون خداعي؟ وبنشوف السيد يولاف وهو واخد باله من نظرات دارين اليه، وفعلا بيعرف هي بتفكر في ايه وانها شاكة فيه. وبنعرف انه ايرين اثناء اتفاقه مع اخته دارين بيقول لها سيأتي تاجر كريستالات مانا كبير جدا، انه جدير بالصغة لذا لا تقلقي. وبنشوف السيد يولاف وهو بيقول سأتحدث في الموضوع مباشرة، بلورات المانا الخاصة بي كم ترغب في الدفع لها؟ فبيرد عليه السيد داميان ألقيت نظرة فاحصة على العينة، لكن ألا تعتقد أنه من الصعب جدا تحديد الأمر بواحدة فقط؟ فبيرد عليه السيد يولاف لقد توقعت هذا بالفعل، ولهذا السبب أحضرت هذا معي. وفعلا بيخرج له صرة من الكريستالات. وبنشوف انه قبل ساعة من هذه الواقعة في شخص بيقول الأسواق التابعة تكون منتجاتها باهظة الثمن للغاية، شيء جيد انني ادخرت الكثير من النقاط. وبنعرف انه الشخص ده اشترى منتجين من هذه الأسواق، المنتج الأول هو قناع بشري للإنسان عالي الجودة سعره 100 عملة، قناع رائع مصنوع من جلد الوجه البشري، ستظهر كشخص مختلف تماما عندما تكون مجهزا، ولن يتمكن الآخرون من معرفتك مهما قاموا بتفحصك. أما العنصر الآخر هو حبة تغيير الصوت سعره 2 عملة، بعد الاستهلاك سيتغير صوتك لمدة 30 دقيقة. وبنتفاجأ عزيز المشاهد إن اللي اشترى المنتجات دي هو إيرين، وإنه هو السيد يولاف الموجود حاليا مع السيد داميان والأنسة دارين. وبنشوفه هو بيقول في نفسه سأحاول إنهاء الصفقة في غضون 30 دقيقة قبل أن ينتهي مفعول حبة الصوت. وبنشوف السيد داميان هو بيقول إيرين كم هذا مدهش، كريستالات المانا هذه ذات جودة عالية جدا. فبيقول له إيرين 100 قطعة من الذهب مقابل كل كريستالة. فبيقول له السيد داميان ولكن هذا السعر قليلا مرتفع، ألا ترى ذلك؟ ماذا عن 90 قطعة؟ يمكنني أن أعدك بأنه أكثر من أي مبلغ ستدفعه أي شركة في لهيث. لكن بنشوف أنه إيرين ما بيعجبوش الكلام ده، وفعلا بيقوم بيقول لنذهب يا أنسة، ففي النهاية لا يمكنني المتجارة مع شخص لا يعرف أي شيء على العناصر. وفعلا بتتفاعل معاه الأنسة دارين وبتقول صحيح، ظننت أننا سنكون قادرين على إجراء محادثة حقيقية معهم لأنهم يتاجرون مع النبلاء، لكن لم أعد أعتقد ذلك. وبيفرح إيرين من كلام دارين وبيقول في نفسه رائع يا أختي، إنها على الأقل جيدة في قراءة الوضع. وبنشوفهم وهم ماشيين وبتقول الأنسة دارين سنتواصل مع شركة أخرى يا يولاف. فبيرد عليها إيرين المتنكر نعم، هل كانت الشركة المجاورة تسمى شركة كرايت؟ وفجأة بنشوف السيد داميان وهو بيقول له منتظروا لحظة، أنت رجل قاسي حقا، حسنا 100 قطعة من الذهب. لكن بنشوف إيرين وهو بيستغل الوضع وبيقول له 120 قطعة من الذهب. فبينصدم السيد داميان حرفيا وبيقول له المعذرة، ماذا قلت للتو؟ فبيرد عليه إيرين هل أنت أصم، 120 قطعة ذهب لكل واحدة منها. فبيتفاجئ السيد داميان وبيقول في نفسه 120 قطعة، لن أحقق أي ربح بهذه الطريقة. لكن بيحاول يهدي الأوضاع شوية مع إيرين، لكن بيتفاجئ أنه بيرد عليه بيقول له هل تعتقد أنني أتيت إلى هنا دون معرفة بالأسعار؟ أنت في النهاية رجل خبير بهذه الأعمال، ففي النهاية هذا يسمى بالتفاوض. فبيتفاجئ السيد داميان من حنكة وذكاء إيرين وبيقول من فضلك اجلس اولا، متى قلت انني لن اقوم بهذه الصفقة؟ ساضع في الاعتبار 120 قطعة من الذهب. لكن إيرين بيقول له بسخرية تضع في الاعتبار فقط؟ وبنشوف السيد داميان وهو بيتصبب من العرق وبيقول في نفسه اللعنة على هذا الشخص. لكن بيقول له لنفعل ذلك 120 قطعة من الذهب. وبنشوف إيرين حرفيا وهو طاير من الفرحة، لكن بالطبع مش مبين كده. ودارين بتكون مصدومة من قوة تفاوض السيد يولاف، لكن طبعا هو إيرين. وبنشوفها وهي مصدومة وبتقول في نفسها هل هذا منطقي؟ كان يتجادلان بين 90 و100 والآن فجأة أصبحت 120 قطعة. اعتقدت أنه يبدو مخيفا فقط، لكن هل لديه شيء يخطط له؟ فبنشوف السيد داميان وهو بيقول لهم
سأكون صادقا معك، يمكنني الحصول على ما يصل إلى 130 قطعة ذهب لكل كريستالة بهذه الجودة، لكنني سأربح 10 قطع ذهبية فقط. فبيرد عليه إيرين: هل تمازحني؟ فبيتعصب السيد داميان وبيقول: ما الذي تقصده بالمزاح؟ يجب أن أحقق على الأقل ربحا مقابل رسوم العمل، ما لم تقدم ما يكفي لتحقيق الأرباح المنخفضة. وفجأة بنشوف إيرين بيضلع سرة أخرى وبيقول: يبدو أنك قللت من تقديري، ماذا تظن هذا؟ فبيتفاجئ السيد داميان وبيقول: هل كل هذا؟ فبيرد عليه إيرين: 300 قطعة. فبينصدم السيد داميان: حتى الآن سدارين بتكون مصدومة من عدد هذه القطع، فهو عدد كبير جدا بالنسبة لبلورات المانع. وبيقول إيرين: رسوم العمل، رسوم التخزين، والرسوم الإدارية، ورسوم النقل. بغض النظر عن أي شيء، لا أعتقد أنك ستكون في خسارة، ففي النهاية سوف تربح الكثير من التجارة معي، خاصة أنني سأمدك بالكثير من هذه البلورات. فبنشوف السيد داميان هو مصعوق حرفيا من الكلام اللي سامعه، وبيقول في نفسه: هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. فيعتمد سعر بلورة المانع على مدى تفوقها، حتى لو كان لديك المال لا يمكنك الحصول عليها لأنها ليست في المخزن. إذن ليس حتى 30 بل 300 أو شيء من هذا القبيل، لا يهم حتى لو تمت إبادتي في المفاوضات. ففي أي وضع يجب أن لا أدع هذا الرجل يفلت مني. فبيهدي نفسه وبنشوفه هو بيقول لهم: فهمت، ستفيدنا هذه التجارة أيضا. عندما سمعت أن هناك تاجرا يرغب في التجارة معنا لم أكن أتوقع الكثير في البداية، لكنك تجاوزت توقعاتي يا سيد بولاف. فعلى الرغم من أنني قد لا أمتلك الكثير من المعارف، إلا أنني أعرف جيدا كيف يسير السوق. إذا كان هناك شخص مثلك كان يجب أن أتمكن على الأقل من سماع شائعات باسمك. فبيرد عليه إيرين بيقول له: إذا أنت تقول من المريب أن شخصا لم تسمع عنه أو تراه من قبل يبيع بلورات باهظة الثمن؟ فبنشوف السيد داميان هو متوتر بيقول: لا على الإطلاق، بالطبع لا، كيف يمكنني أن أشك في شخص ما أوصتني به الأنسة دارين؟ إنه مجرد فضول محض، هل يمكنني معرفة المزيد عنك؟ فبنشوف إيرين وهو بيقول في نفسه: كم هذا مزعج، لكن من المحتمل أن دارين سترفض. وفعلا بيبص على دارين وبينصدم إيرين وبيقول: لماذا تبدين مهتمة أكثر منه؟ وبنشوف إيرين وهو بيقول لهم: لست بحاجة إلى معرفة أي نوع من الأشخاص أكون. لكن فجأة بيرجع صوت إيرين لوضعه الطبيعي وبينصدم كلهم، وبيقول إيرين في نفسه: تبا، هل مرت بالفعل 30 دقيقة؟ وبنشوف إيرين وهو متوتر جدا في الوضع ده، لكن بيطلع حبة أخرى من تغيير الصوت وبياخدها، لكن بيكون مستاء جدا من طعم هذه الحبة. وفعلا بيظهر عليه ردة فعل غريبة، والكل بينصدم من اللي حصل. وبيقول له السيد داميان: هل أنت بخير يا سيدي؟ فبيرد عليه إيرين: اعذراني رجاء، كان علي تناول الدواء بسبب مرض معين. فبيقوم السيد داميان وبيقول لهم: يا إلهي، سيكون من الصعب عليك البقاء طويلا، لذلك سأتولى أمر الدفع الآن. فبيفرح إيرين وبيقول في نفسه: على الرغم من أن هذا لم يكن مخططا له، إلا أنني تمكنت من تجنب سؤال صعب. لكن فجأة بنشوف أن الأنسة دارين بتنظر إليه والشكوك تملأ عيناها. لكن فعلا بنشوف انه إيرين والأنسة بعد ما أجروا تجارتهم مع داميان وخرجوا من الشركة بتقول له دارين: أخيرا نحن وحدنا، لقد تصرفت كما لو كنت في صفك بسبب الصفقة سابقا، ولكن من أنت وكيف تعرف الصغير خاصتنا؟ فبيرد عليها إيرين: ألم أخبرك هذا ليس من شأنك؟ فبتتعصب عليه وبتقول له: لا، أنا أستحق أن أعرف. هل تعتقد أن شركة داميان هي متجرك المحلي؟ لماذا تعتقد أنهم سيشترون بلورات مانا مجهولة المصدر منك؟ فبيتفاجئ إيرين من كلامها وبيقول لها: ما الذي تقولينه؟ فبترد عليه: ذلك كان بفضلي أنا، بفضل ضمان دارين ستيلفارد. فبينصدم إيرين حرفيا وبيقول في نفسه: ماذا؟ ما هذه الثقة التي تتكلم بها؟ وفعلا بتقول له: هذا يضعني في وضع سيء، لأنه إذا حدث خطأ ما فإن الشركة ستلقي باللوم علي، والأهم من ذلك
التمثيل الغريب الذي تقوم به لا يمكنني تجاهله فقط. لماذا تحاول جاهدا إخفاء هويتك؟ هل يلاف هو اسمك الحقيقي حتى؟ فبينصدم إيرين من الكلام ده وبيقول كما هو متوقع من دارين إنها حذرة. بتقول له تكلم، هذا فخ من إيرين أليس كذلك؟ لكن بيتفاجئ إيرين من كلامها وفعلا بيضحك عليها، فبتتعصب عليه جامد وبتقول له ما الخطب، على ماذا تضحك؟ فبيقول لها فخ، عن أي فخ تتحدثين؟ أي شخص مجنون سيرمي 36 ألف قطعة ذهبية من أجل العبث مع فتاة ما؟ هل تقولين أن تلك البلورات مسروقة وأنا مجرم من نوع ما؟ فبتقول له أولست كذلك؟ فبيضحك وبيقول لها إذا كانت 300 بلورة مانة فالحصول عليها يتعين علي سرقة المخزن الملكي، هل ظننت أنني قادر على ذلك؟ فبترد عليه وهي مستغربة حسنا لقد فكرت في الأمر، وإلا كيف أمكنك وضع يديك على كل تلك الكمية؟ فبنشوف إيرين وهو بيجرب منها وبيحط إيده على رأسها وبيقول لها سمعت شيئا من إيرين، إنكم إخوة أسوأ من الأعداء. فبتتعصب عليه دارين وبيقول له أبعد يديك عني. وبنشوف إيرين وهو بيقول لها بكل حزن بعد أن كبرت أدركت أن الشخص الوحيد الذي يمكنني الاعتماد عليه هو عائلتي، يجب أن تحاول التوافق معهم بشكل أفضل حتى لا تندمي على ذلك في المستقبل يا عزيزتي كما ندمت أنا. وبنشوف إيرين وهو بيفتكر مشهد لي في حياته السابقة وبيقول لها انتظري في العربة، وفعلا بيسيبها وبيمشي وبيقول لها سأرسل لك التعويضات من خلال إيرين. فبنشوف دارين وهي مستغربة من الخطاب ده وبتقول ما خطب هذا الرجل؟ هذا الرجل غامض للغاية ولكنني أشعر أنه مألوف نوعا ما. وبيسيبها وبيمشي، وفعلا بيمر الوقت وبيجي الليل وبنشوف إيرين وهو جالس في غرفته بيقول في نفسه كان العرض النهائي لشركة داميان هو الحصول على بلورات المانا من الدرجة المتوسطة مقابل 120 قطعة ذهبية، من حيث العملات سيكون ذلك مساويا ل 12 عملة. وبنشوف إيرين وهو بيتفقد المخزن الخاص به وبيعرف إن العناصر الموجودة هم 10 حبات خيزران الحياة و690 كريستالة مانا متوسطة الدرجة و2 من حبة تغير الصوت وقناع بشر الإنسان على الوجه وقطع الذهب 62 كيلو جرام. وبيقول في نفسه بما أنني اشتريتها جميعا مقابل 3 عملات وأنا أبيعها مقابل 12 عملة، فحتى إذا استبعدت نسبة 1% التي ستذهب إلى داريم فقد حققت ربحا لا يصدق. لكن فجأة إيرين بيتذكر الموقف اللي حصل بينه وبين أخته دارين وهو بيقول لها لذا يجب أن تتعايشي مع عائلتك بشكل أفضل قبل أن تندمي لاحقا. وبيقول في نفسه كنت بحاجة للتنكر في شخصيتي ولاف لأقول مثل تلك الكلمات لأختي، لكن لأنني كنت متنكرا في زي يولاف عندما قلت ذلك فلربما لن تصل نواياي الحقيقية أبدا إلى دارين. إنه أمر مثير للسخرية حقا، على الأقل تسير حياتي الحالية بشكل مختلف مقارنة بحياتي السابقة. لا أنوي قبول أي نوايا خبيثة من إخوتي، لكن على الأقل الكراهية والضغينة التي كنت أحملها ضدهم قد ولت منذ زمن طويل، هذا جيد بما يكفي في الوقت الحالي. الآن هناك شيء آخر أحتاج إلى التركيز عليه، فأنا على بعد خطوة واحدة فقط من انتقامي، فقط انتظرني سوكي هيون. وبنشوف إيرين وهو بيقول أنا على بعد خطوة واحدة فقط من انتقامي، انتظرني فقط أيها الحقير سوكي هيون، سوف أزيقك ما لم تعرفه من قبل. بيقول إيرين العملة المشتركة في قارة جايون هي العملات الذهبية، وفي عالم الموريوم إنها القطعة الذهبية، وعلى هذا النحو يعد الذهب معدنا نادرا ويستخدم كثيرا كعملة. وفجأة بيجي إشعارات لإيرين اسم عنصر الذهب حد البيع اليومي هو 5000 قطعة، سيتم تطبيق هذا الحد. والعنصر الآخر الذهب أيضا وهو 25000 قطعة أتم الحد الأقصى من البيع. فبنشوف إيرين وهو بيقول لقد بعت الكثير منهم بين عشية وضحاها، إذا في حسابي يجب أن يكون لدي. وفعلا بيفتح الحساب بتاعه وبيجي له إشعار بيقول له العملات التي تملكها 2752 عملة. وبيقول إيرين جيد الاستعدادات جاهزة الآن،
وفجأة تيجي رسالة لإيرين، فبيشوفها إيرين وبيتفاجئ إنها من سوك هيون. فبيقول إيرين أخيرا إنه هنا، لكن قبل ما يقبل بيتراجع إيرين وبيقول يجب أن أنتظر قليلا حتى أبدو طبيعيا. وفعلا بينتظر بعض الوقت وبيفتح المحادثة، وبنشوف إن سوك هيون بيقول له شكرا لانتظارك. فبيرد على إيرين أنت في الموعد المحدد بالضبط. فبنشوف سوك هيون وهو طاير من الفرحة بيقول يا إلهي أنت حقا هنا، بالطبع من الأفضل أن آتي في الوقت المحدد. بعد كل شيء أليست الثقة هي ما تسير كل شيء في هذا العمل؟ ففي النهاية لقد كافحت بشدة للحصول على هذه الفنون السرية لطائفة السموم في قلعة السيف السماوي. إذا ذكرت كلمة سم فقط من طائفة السموم وحسب فسيغادر الجميع الدردشة. لم يكن الأمر سهلا حتى مع علاقاتي. فبنشوف إيرين وهو متعصب من كلامه بيقول إنه يحاول خداعي مرة أخرى. حقا أأنت تمتلك علاقات؟ كل ما تفعله هو نسخ الكتب في المكتبة، ما نوع العلاقات التي تحتاجها لفعل ذلك؟ لكن إيرين بيقول له شكرا لعملك الشاق، لقد نجحت في فعل ذلك. فبيرد على سوك هيون بالتأكيد سوف أريك. وفعلا بيبعث له نسخة من الكتاب وبنشوف بياناتها، وهي تقنية صقل الفوضى، تقنية الصقل الداخلية لطائفة السم في قلعة السيف السماوي، مقارنة مع تقنية الصقل السماوية والتي يمكن لكل فرد من أعضاء قلعة السيف السماوي إتقانها، لا يسمح إلا لعدد قليل من الأشخاص المختارين بممارسة هذه التقنية. إنها تقنية صقل داخلية لا تحتوي فقط على قوانين العالم الطبيعي ولكن أيضا على قوانين الكون. فبنشوف إيرين وهو سعيد بيقول في نفسه من الوصف يبدو أنه حصل على التقنية الحقيقية. فبيقول له رائع، بهذا سيكون هافيير راضيا. فبينبهر سوك هيون وبيقول نعم بالحديث عن ذلك، هل من الممكن أن توصل هذا للعميل المسمى بهافيير؟ فبيتفاجأ إيرين وبيقول له قل ما تريد. فبيقول له سأكون صادقا معك، 2500 عملة، على الرغم من أنه مبلغ ضخم من المال إلا أنه لا يكفي لتقدير قيمة تقنية صقل الفوضى. ففي المتجر الرسمي تبلغ تكلفة تقنية الصقل السماوية 2000 عملة، على الرغم من أنه مبالغ فيها بعض الشيء إلا أنه لا يمكن إعادة بيعها عبر القوانين، وتقنية صقل الفوضى لها قيمة لا تضاهي مع تقنية الصقل السماوية. إذا كنت على صواب فإن سعر السوق يقارب 5000 عملة. فبيتعصب إيرين جدا وبيقول في نفسه هذه هي عادته في جعل زبائنه قلقين ودفعهم إلى شراء سلع بايظة الثمن. هل كان يخدع الناس لسنوات؟ لقد خدعني مرات عديدة في حياتي الماضية. وفعلا بيفتكر إيرين حياته الماضية، وبنشوف إن سوك هيون كان بيقول له يبدو أنك في وضع يرسلة. فبيقول له إيرين أجل، إذا لم أصبح خبيرا فأنا بحاجة إلى شنق نفسي. وفعلا إيرين بيكون مصاب بحالة شديدة من اليأس وبيقول هل يمكنني فعل أي شيء حيال هذا؟ فبيقول له سوك هيون إنقاذ حياة شخص ما يأتي أولا، ثق بي وسوف أساعدك، سأوفر لك كل ما تحتاجه لتصبح خبير. فبينصدم إيرين وبيقول له حقا؟ فبيرد عليه بالطبع لقاءنا هكذا يجب أن يكون مصيريا أيضا، أنا تاجر لذا لا يمكنني أن أتحمل الكثير من الخسائر، لكنني سأبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل سعر ممكن لك، ويمكنك أيضا أن تسألني عن أي أسئلة تراودك أثناء التدريب، سأجيب عليها جميعها بقدر ما أستطيع. وفعلا بنشوف سوك هيون وهو بيتلاعب حرفيا بإيرين، وبنرجع بنشوف إيرين غاضب جدا وبيقول في نفسه كان هذا إلى حد بعيد أغبى شيء فعلته في حياتي. وبنشوفه هو بيقول له إذا ما المبلغ الذي ترغب في بيعه به؟ فبيرد عليه سوك هيون حوالي 4000 عملة، سأمنحك خصما بقيمة 1000 عملة كاملة، ما زلت أعتقد أنها صفقة جيدة بالنسبة لك بغض النظر عن مدى الصعوبة والتفكير في الأمر. وبنشوف إيرين هو بيقول في نفسه على الرغم من أنني أفتقر إلى 1000 عملة كاملة باستخدام الاستمتاع برسوم إضافية ودعم السعر يمكنني تغطية التكاليف المتبقية. فبيقول له إيرين
إذن أنا مدين لك ب3800 عملة فقط باستثناء ال200 عملة التي أعطيتك إياها آخر مرة، أليس كذلك؟ فبنشوف سوكيون وهو بيضحك وبيقول له بالطبع لا، يبدو أن هذه هي أول صفقة موسعة لك في النظام. لقد استخدمت بالفعل تلك ال200 عملة في الحصول على هذه التقنية. وبنشوف إيرين وهو بيبدأ ينفجر حرفيا من الغضب وبيقول له أنا مرتبك قليلا الآن، أنت لست تطلب فقط عملة واحدة أو عملتين وإنما 1700 عملة. فبنشوف سوكيهيون وهو بيتخابس وبيقول إذا فكرت في الأمر أليست تلك العملات تخص موكلك؟ بما أن الشخص المسمى عفيال هو من يدفع ثمنها، لماذا لا نأخذ هذا بالطريقة السهلة؟ فبيرد على إيرين حسنا سأتحدث إلى موكلي أولا. فبنشوف إيرين وهو متغصب جدا وبيقول في نفسه هذا اللقيط يبدو أنه كان دائما على هذا النحو، إذا أنت تتصرف كأنني سأكون الشخص الخاسر إذا لم أقبل الصفقة. وبيشوف إيرين العملات الخاصة به وبنلاقيه أن 2752 عملة، وبيقول في نفسه ما زلت أفتقر إلى 25 عملة حتى لو استخدمت كل امتيازاتي الخاصة، وفضل رميها على الأرض بدلا من تبادلها في مركز التجارة. وبنشوف إيرين وهو بيستخدم نظام تبديل العملات وبيقول المبلغ المتوقع هو 25 عملة، ليس لدي الكثير من الوقت وهناك أيضا حد البيع، لذا لا أملك خيارا آخرا. وبيشوف إيرين وهو بيحسب العملات المطلوب أنه يدفعها وبيقول فقط كم عدد العملات التي سأخسرها من هذا؟ فعلا عملاتي ثمينة لكن لا يهم، سأحتاج فقط إلى استعادتها بعد ذلك على أي حال. وبنشوف إيرين وهو في قمة السعادة، وفعلا بيبعت له إيرين بيقول له سألت موكلي هافييل عن ذلك وقال ما مجموع 4200 عملة ليست صفقة سيئة كما يقول، إنها ليست تقنية فنون قتالية شائعة. فبيرد عليه حقا إنه رجل ذكي كما يبدو، ممتاز دعنا نتتاجر الآن. وفعلا بنشوف إنهم هما الاثنين بدأوا التجارة مع بعض، ونشوف إنه إيرين بدأ يتوتر وهو بيقول في نفسه أخيرا فريستي أكلت الطوع. وحرفيا إيرين بيكون حاصر سوكيهيون وإنه بدأ يقود إلى النهاية التي رسمها إيرين. وفعلا اكتملت عملية التجارة، وبنشوف إيرين وهو بتغمر السعادة ويقول لقد تم تفعيل فخ السمين أخيرا. وفعلا بتظهر إشعارات قدام إيرين وبيقول نتائج التجارة، الدفع 3600 عملة، الشراء تقنية الصقل، الفاضل فنون السرية، استرداد نقدي، تلقيت 540 قطعة نقدية، العملات الحالية هي سالب 307 عملة. بيقول إيرين وصل حسابي المصرفي إلى الرقم السلبي، ولكن أعلم الآن ما هو طعم الانتقام، وهو بالفعل جميل جدا. هل هذا هو السبب في أن طائفة جبل الخيزران طاردت هاكتشول لي لأكثر من 10 سنوات؟ الأمر الأكثر إذهالا هو أنني أشعر بالسعادة بسبب شخص كسوكيهيون. أنا متحمس بالفعل لمعرفة ما سيقدمه لي الآخرون في المستقبل. وفجأة بنشوف رسالة من سوكيهيون بيقول شكرا لك على التجارة السريعة، من فضلك قل شكرا لهافييل من أجلي أيضا. فبيتفاجئ إيرين وبيقول هذا الشخص متحمس صحيح؟ وبيقول له تبدو سعيدا. فبيرد عليه سوكيهيون بالطبع لا نبيع كل يوم شيئا يبلغ سعره 4000 عملة. فبيضحك وبيقول له أتساءل إلى متى ستشعر بهذه الطريقة؟ فبيرد عليه معذرة. فبيقول له إيرين سوكيهيون ماذا الآن؟ فبيستغرب سوكيهيون وبيقول ما خطبك فجأة؟ هل أكلت شيئا غريبا؟ بنشوف إيرين وهو في قمة السعادة وبيقول له سوكيهيون أو هذا ليس هو حقا جين سوكيهيون أيها المخادع. وبينصدم حرفيا من كلام إيرين. وبنشوف إيرين وهو بيقول له هل يعرف أمين المكتبة جين سينك أنك تتجول وتفعل كل هذا؟
وبينصدم حرفيا من كلام إيرين، وبيقول: ما هذا بحق الجحيم؟ كيف أعرف هويتي الحقيقية؟ علي أن أهدى، لا يمكن الاعتراف بهذا وحسب، سأتظاهر بعدم المعرفة الآن. فبيقول إيرين: من؟ ليس لدي أي فكرة عما تتحدث عنه. فبنشوف إيرين وهو بيضحك وبيقول له: هوي جينسينج، لا تحرج نفسك أكثر من هذا، هل يجب أن نجلب طرفا ثالثا للتحقق؟ وفجأة بنشوف إشعار تاني بيقول في المحادثة: تصادف أن يكون أمين المكتبة جينسينج متصلا أيضا. فبينصدم حرفيا من الكلام ده وبيقول له: إيرين، هل قلت أنك لست جينسوكي هيون؟ هل هناك سبب يجعلك ترفض؟ فبينصعق حرفيا من كل ده. وبنشوف إيرين وهو بيضحك وبيقول: مرحبا أمين المكتبة، لدي بعض الأخبار لك. ففجأة بيقول له سوكيون: توقف، أنا جين سوكيون، لقد قلتها، لذا من فضلك توقف ولا تخبره بشيء. فبيقول له إيرين: أرأيت، كنت ستعترف بذلك على أي حال. وبنشوف جين سوكيون وهو متدمر حرفيا وبيقول في نفسه: من يكون بحق الجحيم؟ صاحب عمل سري، هوايته فنون الدفاع عن النفس، التجارة التي بدت وكأنها مزحة كانت كلها فخا. وبيفتح بيانات إيرين وبنشوف إنه الاسم المستعار إيرين، وإنه إنسان، وموقع الاتصال النظام 0، مستوى التجارة المستوى 1، وحالة الروح إنسان مدرب بشكل لائق. وبينصدم فعلا سوكيون وبيقول: النظام 0، عيناي ليستا مخطئتين، إنه النظام 0 حقا، حقيقة سرقتي لفنون الدفاع عن النفس من المكتبة، واسم المستعار سوكيون. لا، أنا لم أخبر أي شخص قط أنني أقوم بتجارة الأبعاد في المقام الأول، وأنا أيضا قمت بسرقة كتاب تجارة الأبعاد هذا أيضا، لذا لا يحتوي على سجلات. ولكن كيف استطاع شقي ذو نظام منخفض معرفة كل ذلك؟ وبنشوف إيرين وهو بيقول له: الآن سأخبرك ببعض القواعد كنت سأحفظها لو كنت مكانك، لأنه في المرة القادمة التي تكسر فيها تلك القواعد ستصبح العدو الأول لقلعة السيف السماوية. وحرفيا بينصدم سوكيون وبيكون مذهول من الكلام ده، لكن بيحاول يشغل دماغه في اللحظات الأخيرة وبيقول: ستصبح عدوا أيضا، هل تعلم هذا؟ هل تعتقد أن مثل هذه التهديدات ستنجح معي؟ فبيرد عليه إيرين بكل بساطة بيقول له: نعم، أعتقد أنها ستنجح. فبينصدم سوكيون وبيقول له: ماذا؟ فبيقول له إيرين: بغض النظر عن حجم قلعة السيف السماوية، هل تعتقد أنها ستسافر عبر الأبعاد؟ فبيتفاجأ سوكيون من كلامه وبيقول له: ماذا عن تعليق التجارة؟ لم تتجاوزها بهذه السهولة. فبيرد عليه إيرين وهو مبتسم بيقول له: أتظن ذلك؟ سأبدأ بالشعور بالذنب حقا قريبا. ماذا لو قمت بإعادة تقنية صقل الفوضى على الفور وأخبرهم أن لديهم أمين مكتبة فاسد، ألن يكونوا شاكرين لي بدلا من ذلك؟ فبينصعق سوكيون من الكلام ده وبيكمل إيرين وبيقول: يجب أن تتصرف بقوة أمام الأشخاص المناسبين فقط، سمعت أن قلعة السيف السماوية تعامل الأشخاص الذين يسربون المهارات النهائية كالمجرمين ذوي الرقم 1. نهاية حياتك موعودة، أضف إلى ذلك عمرا طويلا من التعذيب. حرفيا سوكيون بينهار من الخوف. وبيكمل إيرين كمان وبيقول: أنت حقا شجاع، لو كنت مكانك لم أكن لألمس أبدا المهارات النهائية الفريدة. وبيتريق عليه إيرين وبيقول: جين سونغ رجل حقيقي، أنت شجاع حقا وطموح. وحرفيا جين سوكيون بيكون مرهوب. وبنشوف إيرين وهو بيقول في نفسه: جيد، لابد أنه يرتجف بعد سماع كل هذا. وبيقول له إيرين: ما رأيك؟ هل تريد أن تعيش؟ فبيرد عليه جين سوكيون وهو بيرتجف وبيقول: بالتأكيد. فبيقول له إيرين: إذا لا تفعل أي شيء غبي وتذكر هذا، أولا سوف تموت إذا لم تجب علي لأكثر من 5 ثواني، وثانيا ستموت إذا أغلقت علامة التبويب رسائل، وثالثا ستموت إذا لم تفعل ما أقوله لك. الآن كل هذا سيطبق ابتداء من هذه اللحظة جينسو. فبيكون سوكيون حرفيا ميت من الرعب وبيقول له: أجل،
فبنشوف إيرين وهو بيزيط فيها حرفيا وبيقول له: رابعا سوف تموت إذا تحدثت إلي بطريقة غير رسمية، تحدث بحكمة. فبيرد عليه سكويون: حاضر يا سيدي. وبيقول له إيرين: الآن دع وقت التجميع يبدأ. فبنشوف جين سوك وهو مستغرب وبيقول: المعذرة؟ فبيتعصب عليه إيرين جدا وبيقول له: أبصق كل ما أكلته. خامسا ستموت إذا تصرفت وكأنك لا تفهم قصدي. فبيجيب عليه سكويون: نعم نعم سيدي. وفعلا بيجي إشعار لإيرين بيقول له: لقد تلقيت 3420 عملة من سكويون. فبيستغرب إيرين وبيقول: ما هذا؟ هل أعطيتك 3420 عملة؟ هل اشتريت بالباقي حلوى؟ فبيرد على سكويون وهو خايف بيقول له: هذا بسبب رسوم تحويل العملات، أنت تعلم أليس كذلك؟ 5%. فبيتذكر إيرين الموضوع ده وبيقول: رسوم التحويل، لقد نسيت ذلك. إذا مركز التبادل سرق 580 عملة، إذا 4000 عملة في المجموع صحيح. إذا من أين يجب أن أحصل على 580 عملة خاصتي؟ هل من مركز التبادل؟ لا أعتقد هذا، بل من أمين المكتبة جين سينغ، أم ربما سيد شرعي سيدفع ديون طالبة، أليس كذلك؟ فبيترعب جين سينغ فعلا وبيقول له: لا على الإطلاق، من الصواب أن أكون الشخص الذي يعتني برسوم التحويل. وفعلا بيظهر إشعار تاني بيقول: لقد تلقيت 580 عملة من سوكيون. فبيقول إيرين: الآن لقد فهمت الأمر، العملات الحالية 3692 عملة. وفجأة بياخد باله إيرين من حاجة غريبة وبيقول في نفسه: انتظر لحظة، بعد استرداد أموالي أصبح لدي 1000 عملة زيادة عن قبل دفعي لها، حتى مع رسوم التحويل إذا واصلت تكرار ذلك فسوف يكون لدي الكثير من العملات. حرفيا إيرين وجد جليتش، لكن بيتراجع وبيقول في نفسه: هل أنا مخطئ؟ حسنا، لا توجد طريقة يقوم فيها مركز التبادل بهذا الغباء. ربما فكروا بالفعل في طرق حول كيفية إساءة استخدام الأشخاص للنظام. ما زلت لا أعرف لماذا أحصل على امتيازات المستوى الأقصى. إذا فعلت شيئا مريبا أخشى أنهم قد يلغوا هذه الامتيازات الخاصة بي. ولكن دعونا نتحقق من هذا لاحقا. وبنشوف إيرين وهو بيقول سكويون: ماذا عن 200 عملة؟ فبيستغرب سكويون وبيقول له: ماذا؟ فبيرد على إيرين: إذا قمت بالإيداع أليس من المنطقي استعادتها؟ فماذا تقصد برسوم العمل؟ لم أسمع يوما بشيء كهذا. فبيتعصب سكويون وبيخاف وبيقول: لقد استخدمت كل ذلك في الواقع للحصول على تقنية صقل الفوضى يا سيدي، كان علي رشوة الحراس وهذا وذاك. فبيرد على إيرين: هل أنت مجنون؟ ما زلت تعتقد أنني أحمق؟ فبيرد على سكويون: لا، هذا ليس ما قصدته يا سيدي. وفعلا بيظهر إشعار قدام إيرين بيقوله: لقد تلقيت 200 عملة من سكويون. وبنشوف إيرين وهو بيكمل وبيقول: جيد، وبهذا تم التعامل مع تقنية صقل الفوضى، ولكن هل يجب أن ننتقل إلى تقنية الفجر الأخضر السحاب القرمزي والفنون سحاب التنين الثمانية القتالية؟ فحرفيا بينصدم جون سوكيون بالكلام ده. وفعلا بيبعت لإيرين وبتظهر إشعارات عند إيرين: لقد تلقيت 100 عملة من سوكيون. فعلا بنعرف إن سوكيون حرفيا بعت له معظم العملات التي يمتلكها. فبنشوف إيرين وهو بيضحك وبيقول: الآن بعد أن فكرت في الأمر، فإن الوقت الذي أقضيه معك هو أيضا رسوم. حسنا، سأكون لطيفا معك وأتساهل معك، عليك فقط أن ترسل لي 215 عملة. فبينصعق سكويون من الكلام ده وبيعرف إنه ده أقصى درجة من الاستغلال لي، وبيقول في نفسه: كيف له أن يعرف عدد العملات التي لدي حتى آخر رقم؟ ربما هو من كبار الشخصيات. فبنشوف إيرين وهو بيضحك وبيقول: لا تخبر أحدا عن ذلك يا عزيزي. وبنشوف جين سوكيون وهو مرعوب وبيقول في نفسه: لماذا يفعل أحد كبار الشخصيات هذا؟ أليس زو مختلف تماما عني أنا وموجان؟ وبيقول: ماذا تريد مني؟ فبيرد على إيرين: أيجب أن أقول أنني فقط أقوم بسداد دين قديم؟ فبيتفاجأ جين سوك وبيقول:
دين قديم؟ فبيقول إيرين: جين سوكي هيون، هل حقا لا تفهم خطورة الوضع الذي أنت فيه؟ أنت لا تملك أي حق في استجوابي. وبنشوف جين سوكي هو مصعوق من كلام إيرين، وبيقول: ماذا تريد مني أن أفعل؟ لم يتبقى لدي أي عملات أيضا. فبيقول له إيرين: لا تكذب علي، يجب أن تكون قد ادخرت الكثير عن طريق النصب على الناس في النظام صفر. فبيرد عليه جين سوكي هيون: لقد استخدمت جميعا على الكحول والقمار والإنفاق على زوجاتي. فبيقول إيرين: أنت حقا تفعل كل أنواع الأشياء، أليس كذلك؟ ولكن حسنا، أيا يكن، ليس الأمر كما لو أن كل ما لديك هو العملات الخاصة بك فقط. فبيستغرب جين سوكي هيون وبيقول له: معذرة، ما الذي تقصده؟ فبيرد عليه إيرين: فنون الدفاع عن النفس. فبنشوف جين سوكي هيون وهو بيقول: نعم، كتب تقنيات فنون الدفاع عن النفس، لدي الكثير منها، يمكنني أن أحصل على مبلغ جيد إذا بعت جميعها. وبيقول في نفسه: إذا بعت فقط تلك التي لدي فإن كسب 1000 عملة سيكون كالحصول على قطعة من الكعكة بالنسبة لي. ولكن من السيء أن أتخلص من جميع كتبي، ولكن على الأقل يمكنني الحصول على أكثر منها لاحقا. لحظة، هل علي أن أبيع جميعهم أصلا؟ سأبيع ما يكفي فقط لتدبر أمر هذا الشهر فقط. وبنشوف إيرين هو بيقول له: عن ماذا تتحدث؟ ما كتب فنون الدفاع عن النفس التي تتحدث عنها؟ أنا أتحدث عن فنون الدفاع عن النفس ذاتها. فبيستغرب جين سوكي بيقول: معذرة، فنون الدفاع عن النفس بالذات؟ فبنشوف إيرين هو بيقول له: الطاقة الداخلية، تقنية الصقل الداخلية، وتقنية إنارة الجسد، سلاحك الأساسي هو السيف، أليس ذلك صحيحا؟ لذا لا بد أنك تعلمت العديد من تقنيات السيف المختلفة وغيرها من التقنيات الداعمة. لذلك لا تجعلني أكرر كلامي، أنا أقول لك فقط أن تعطيني جميعها. فبينصعق جين سوكي هيون من كلام إيرين وبيقول: هل تخبرني أن أموت؟ فبيقول له إيرين وهو بيضحك: هذا ليس تماما معنى الموت، أنا أتحدث حاليا إلى أمين المكتبة جين سونغ أيضا، لذا اختر بحكمة، أيهما تفضل، حياتك أو فنون الدفاع عن النفس خاصتك؟ لديك 10 ثواني فقط لتقرر. وبنشوف إيرين وهو بيقول في نفسه: لطالما تساءلت، قيل دائما أن أولئك الذين يعيشون في النظام واحد يعيشون ويموتون عن طريق فنون الدفاع عن النفس خاصتهم، لكن هل هذا هو الوضع حقا؟ وفجأة بنشوف إشعار من سوكي هيون بيقول: العناصر التي تم منحها من سوكي هيون إلى إيرين: التقنية الصقل السماوية، وتقنية السماوات المظلمة، وتقنية قدم الألف تغير، وتقنية كسر قبضة اليأس، والمجلة الذهبية، والطاقة الداخلية. فبيضحك إيرين وبيقول في نفسه: فقط من هذا الوضع أدركت أن تلك المقولة خاطئة. حسنا، أعتقد أن لا شيء أكثر أهمية من حياتي على ما أظن، أظن أن هذا لا يتغير حتى في النظام واحد. فبيقول له إيرين: على كل حال، أنت حقا لا تمتلك الأساسيات، صحيح؟ وبنشوف جين سوكي هيون وهو منهار حرفيا. وبنشوف إيرين وهو بيقول له: أتفهم أن تقنية القبضة ونقطة الإصبع أسوأ بعض الشيء لأنها ليست فنونك الرئيسية، ولكن لماذا تقنية إنارة الجسم خاصتك منخفضة للغاية؟ فبيصرخ سوكي هيون وهو بيبكي وبيقول: وماذا في ذلك؟ ماذا تريد مني أكثر من هذا؟ من فضلك فقط توقف عن هذا، لم يعد لدي أي شيء بالفعل، جميع أموالي انتهت، وفقدت فنون الدفاع عن النفس خاصتي، وحتى طاقتي الداخلية قد فقدتها، وهناك علامة سالب أمام رصيدي بسبب رسوم المعاملة. فبيقول له إيرين بكل استخفاف: توقف عن المبالغة. وبيقول في نفسه: أعرف أنك شخص سيحاول خداع الآخرين حتى في مواقف مثل هذا. وبنشوف إيرين وهو بيدخل على معلومات الحالة الخاصة بسوكي هيون وبيقول في نفسه: لنرى هل علي إلقاء نظرة حقا؟ وفعلا بتظهر جميع معلومات سوكي هيون وإنه فقط كل شيء حقا. وبنشوف إيرين وهو بيضحك وبيقول: حسنا، إذا أنت حقا لا تملك أي شيء متبقي، لن أخبرك الآن، فقط واصل ما كنت تفعله حتى هذه اللحظة. فبيخاف سوكي هيون وبيقول له: ماذا تقصد بالآن؟ ألم تعدني بأنك ستسمح لي بالعيش؟ فبيقول له إيرين:
أظن أنك تسيء فهم شيء ما هنا. قلت لك أن تفعل كما أقول إذا كنت تريد أن تعيش. وبيقول في نفسه: بالطبع ليس الأمر كما لو أنني لم أفكر في قتله، لكن بمجرد قتله سوف ينتهي الأمر. إذا فكرت في حياتي الماضية لا أستطيع السماح له بأن يرتاح بهذه السهولة. الانتقام بحد ذاته له معاني مختلفة، لكنني حقا بحاجة لجعله يشعر بالعواقب بعد انتقامي. سأتأكد من أنك ستعاني وسأجعلك تتمنى الموت في كل لحظة من حياتك. وبنشوفه هو بيقول سكهيون: سأظل على اتصال معك، لذلك تأكد من التحقق من رسائلك بشكل متكرر. لا تنسى خط حياتك أصبح بين يداي. وفعلا بيقفل إيرين المحادثة وما بيديش فرصة لسكهيون إنه يرد عليه. وفجأة بينفجر إيرين من السعادة حرفيا وأنه قد حقق أول انتصار له بالفعل. وبيقول في نفسه: مضى كل شيء وفقا لخطتي، لقد أصبح سكهيون داخل قبضتي، وتقنيات فنون الدفاع عن النفس التي كنت غيورا جدا منها في حياتي الماضية قد أصبحت في حوزتي أيضا. لنرى الآن هل علي إلقاء نظرة فاحصة واحدة تلو الأخرى؟ وفعلا إيرين بيقوم بامتصاص أحد هذه التقنيات. وبينتقل بينا المشهد داخل غابة ستيلفارد، وبنشوف إيرين وهو بيجري بسرعة رهيبة، وبنعرف إنه فعل تقنية قدم الألف تغير، وهي تقنية إنارة الجسم. يقال أنها تجلب ألف تغير وكل واحد يختلف عن الآخر، وأيضا يقال عنها أنها تجعل المستخدم يصاب بالدوار تقريبا بسبب التغيرات المستمرة، ومع ذلك فهي تفتقر بعض الشيء في الجانب المحمول مقارنة بتقنيات الخطوات. وكما هو الأمر مع أي تقنيات إنارة الجسم الأخرى، فهي ليست مثالية في التحرك لمسافات طويلة. وبيقول إيرين في نفسه: لقد فهمت إنها تماما مثل ما تم وصفها، لديها مزايا وعيوبها، ولكن القدرة على الركض سريعا ليست كل شيء بها. وفجأة بنشوف إيرين بيقفز لمسافات ضخمة، وبنشوفه في مشهد وكأنه محلق فوق المدينة بأكملها. وبيقول في نفسه: لا يصدق، أشعر كأنني تحولت إلى طائر بالفعل. كان الأمر يستحق كل العمل الشاق الذي بذلته. ظننت أنني سأموت لأنني امتصصت هذه المهارة مع الاعتماد فقط على ميزة الإسفنجة داخل عقلي. وفعلا بنشوف إيرين وهو أثناء امتصاص هذه التقنية وأنه كان على وشك الانهيار حرفيا، وبيقول: من دون الميزة الخاصة لكان ذهني قد انفجر. حسنا أنا على قيد الحياة وهذا ما يهم الآن. وبنشوف إيرين وهو بيطلع السيف بتاعه وبيقول: هذا يكفي لنتحقق من تقنية إنارة الجسم. الوضع الافتتاحي لتقنية شوان تيان، تقنية سيف السماوات المظلمة، يقوم في شكل موجة مائية هادئة ولكن قوتها مرعبة حقا. وفعلا بنشوف إيرين وهو بيجرب حركات هذه التقنية وبيستخدم أحد هجمات هذه التقنية المميزة، وفعلا بينبض السيف الخاص بي بالمانع. بنشوف إيرين وهو بيوجه هجمة وبيقول في نفسه: التقنية السرية التي جعلت البطل راجيكان ستيلفارد يصنف كفارس أسطوري، الشفرة الغامضة التي أصبحت تعتبر تقنية مفقودة بعد وفاته، وبعد أكثر من 10 سنوات أعيد تجسيدها في أرضه بإقليم ستيلفارد على يدي أنا إيرين ستيلفارد. وفعلا بنشوف أن الضربة اللي وجهها إيرين حرفيا وصلت للجبل وأبادت كل ما في طريقها. وبنشوف إيرين هو مصدوم حرفيا من قوة هذه التقنية وبيقول في نفسه: هذا كثير بعض الشيء، هل هوفييل قادر على فعل شيء كهذا؟ حسنا إنه من الدرجة الأولى، لذا ربما يمكنه فعل شيء مشابه، لكن لا يمكنه مقارنة سيف الكي بسيف الهالة. من الصعب التصديق بأن مهارة المبارزة لغير المقاتلين من النظام واحد ستتفوق على أعظم فارس على الأرض باستثناء والدي. هل هذا هو السبب في أنه يعاملني كمستخدم نظام منخفض وتجاهلني؟ أنا حزين بعض الشيء، ولكن ما الذي يدعو للحزن؟ من الأفضل لي أن يكون ماهرا بما أنه أصبح ملكي الآن. إذن هل علي اختيار البقية أيضا؟ وبنشوف إيرين وهو بيسقل مهارته وبيقول في نفسه: تقنية الصقل السماوية إنها جيدة جدا مقارنة بتقنية الصقل الداخلية هذه،
يبدو تنفس الفولاذ شيئا قديما جدا. وبعديها بنشوف إيرين هو بيتدرب على السيف وبيقول تقنية سيف شواتيان، ماذا هناك لأقوله؟ أنا راض جدا، فهذه التقنية قوية للغاية. وبعدها بنشوفه بيجرب تقنية حركة قدم الألف تغيير وبيقول قد يكون شيئا ناقصا بعض الشيء من منظور النظام واحد، لكن بشكل عام إنها مهارة كاسرة. وبعد كده بنشوفه بيجرب تقنية كسر قبضة اليأس، وحرفيا بيدمر الأرض من قوتها، وبيقول هذا جيد جدا، حسنا إيسر. وبعديها بيجرب تقنية المجلة الذهبية وبيقول قد يكون هذا هو الأسوأ، ولكن يتضمن مجموعة متنوعة من مهارات نقاط الضغط، لذلك أعتقد أنها ستكون مفيدة جدا في المستقبل. وبعد كده بنشوف إيرين بعد ما خلص تجربة كل التقنيات الخاصة بي بيقول في نفسه من بين فنون الدفاع عن النفس الخمسة لا يوجد فن واحد لا يتوافق مع فنون الدفاع عن النفس القارية. وبعد كده بنشوف إيرين هو مصدوم وبيقول لكن لحظة واحدة، إذا قمت بتدريب صقل الداخلي ألن تكون المانع حينها عديمة الفائدة عمليا؟ أهذا بعد حصولي على الكثير من بلورات المانع؟ لقد عانيت كثيرا على ما جمعتهم، ولكن دع لنا نفكر في هذا الأمر. فنون الدفاع عن النفس تلفت الأنظار كثيرا، لا ينبغي أن أتباهى بها الآن، على الأقل في الوقت الحالي. وبيقول إيرين صقل دانتيان الداخلي مانع القلب سيكون مفيدا جدا بناء على الموقف، إذا لابد لي من التدرب ضعف ذلك. وبنشوف إيرين وهو محتار وبيقول الاثنان مختلفان بعض الشيء، ألن يكون ذلك ممكنا؟ لأن نقاط الضغط هي نفسها، ولكن في النهاية سأعطي الأمر محاولة. وبنشوف إيرين وهو بدأ يتأمل، وبعد الآلاف من التجارب والأخطاء بنشوف إيرين بيقول لكنني لم أتمكن من رؤية ذلك الضوء الساطع. وفجأة بتظهر الهالة الفضية، وبنعرف إنه إيرين كده قدر إنه يخترق حدود الهالة الخاصة بيه. وبعد كده بنرجع لقصر ستيلفورد وبنشوف إيرين وهو داخل وبيقول في نفسه بغض النظر عن عدد المرات التي أفكر فيها في الموضوع، إلا أنني ما زلت في حيرة من أمري. اعتقدت أنها ستنجح بالفعل، لكن ذلك كان سهلا للغاية. الانتقام والحصول على المحتويات إنها أفضل نتيجة. وفجأة بنشوف الخادم وهو بينده على إيرين وهو مستعجل وبيقول سيد الشاب إيرين، لقد بحثت في كل مكان كي أجدك، إلى أين توجهت في الصباح الباكر؟ فبيقول له إيرين إنها مجرد نزهة، لماذا؟ هل حدث شيء ما؟ فبيرد على الخادم سيد القصر يبحث عنك يا سيد الصغير. فبيستغرب إيرين وبيقول والدي؟ فبيرد على الخادم نعم، لقد كان يبحث منذ فترة طويلة، من فضلك اذهب مباشرة الى مكتبه. فبيستغرب إيرين وبيقول في نفسه لماذا يريد رؤيتي في وقت مبكر جدا من الصباح؟ وبنشوف إيرين وهو بيطرق الباب الخاص بالمكتبة، وبنشوف ابوه وهو بيقول له ادخل. وبيدخل إيرين وبيقول سمعت انك كنت تريدني، لكنه بيستغرب من وجود المشرف مع والده. وبنعرف ان المشرف اسمه كالوري، وبيقول إيرين في نفسه شخصية مفيدة تدير وتشرف على الارض، على الرغم من انه قد لا يكون فارسا، الا ان مهاراته في استخدام السيف مثيرة للاعجاب للغاية. فاذا كان من الممكن ان نقول هافييل هو اليد اليمنى لوالدي، فان كالوري سيكون يده اليسرى وكذلك ظله. ولكن في النهاية انا لم اتحدث معه كثيرا، ولا يمكنني البدء بمعرفة ما يفكر فيه، لذلك يصعب علي التعامل معه. وبنشوف أبوه وهو بيقول له كنت أتساءل أين ذهب؟ يبدو أنك كنت تتدرب في الصباح الباكر. فبيرد على إيرين نعم، يجب أن أبذل قصارى جهدي إذا كنت لا أريد إحراج اسم ستيلفورد. فبيرد على أبوه يعجبني تصرفك أيها الصغير. لكن إيرين حرفيا بيكون مذهول وبيقول في نفسه الرتبة البطولية مجرد النظر إليه يجعل جسدي متيبسا، لكن الشعور ليس سيئا كما كان من قبل. وهنا بنعرف الرتب الخاصة بالمقاتلين، وهي من الدرجة الأولى إلى الدرجة التاسعة، وهي الرتب الشائعة ما بين المقاتلين.
أما الرتبة التي تليها هي رتبة الاستيقاظ، وهي نادرة نوعا ما. والرتبة التي تلي الاستيقاظ هي رتبة بطولية، وهي التي فيها والد إيرين ليفادان. أما الرتبة التي تليها هي رتبة أسطورية، ثم التي تلي الأسطورية هي المرتبة الأسطورية، وهي التي كان فيها مؤسس عائلة ليفادان وهو ريجي كان، وهو كان بطل الإمبراطورية. أما الرتبة الفائقة فهي الرتبة التي فيها الإمبراطور فاي واي حاليا، وهي تعد أعلى مرتبة قد يصل إليها أي مقاتل. وبيقول إيرين في نفسه: هذه الرتب جدار لم أتخيل قط أنني سأتمكن من تجاوزه، جدار عديم الشكل يدعى رتبة الاستيقاظ، وهو ما يؤدي إلى الرتبة البطولية، جدار يتركه العديد من الفرسان في حالة من اليأس، ولذلك يدعى عليه جدار البكاء. فحتى أنا كان بالنسبة لي حاجزا كان من الصعب حتى التفكير فيه، ولكنه الآن أصبح في مرمى بصري. على الرغم من أن الجدار لا يزال طويلا، إلا أنه لم يعد مستحيلا. وبنشوف أبوه هو بيقول له: هذا غير متوقع، ألم أقل لك أن هناك طرقا أخرى لا نهاية لها عليك أن تسلكها؟ فقيامك بالتدريب منذ الفجر يبدو قليلا في غير محله. فبيرد على إيرين: تماما كما هو الحال مع أكثر من مسار واحد، فليست هناك حاجة لاتباع طريق واحد في النهاية، أنا أسلك مسارات متعددة. فبيقول له أبوه: إذا أنت ستقتل عصفورين بحجر واحد لن يكون الأمر سهلا عليك، السيف والسوق، أليس كذلك يا بني؟ وبينظر لإيرين نظرة مخيفة جدا، وحرفيا إيرين بيبقى مصدوم. فيا إلهي، أتساءل كم مرة أنت قد فاجأتني، اعتقدت أن دارين هي الوحيدة الموهوبة في التجارة بينكم. وبينصعق إيرين من الكلام ده وبيقول في نفسه: هو على علم بسر دارين؟ وبيكمل أبوه بيقول: لماذا كنت تخفي تلك الموهبة الجيدة؟ فبيقول إيرين: قد يظهر المسمار الذي وضعته في جيبك، ولكن من الأفضل دائما إبقاءه مخفيا بعمق داخل بنطالك. فبيقول أبوه: حسنا سأقبل بهذا، سأنهي الثناء هنا، الإعجاب شيء والتوبيخ شيء آخر. هل أنت على علم بالخطأ الذي ارتكبته؟ فذلك الرجل يلاف يستخدم اسم عائلتنا في التجارة، وأنت من منحته هذا الاسم؟ ولكن كانت تجارة ذلك الرجل مضمونة باسم ستيلفار، لذا أنت بالتأكيد تعرف من هو ذلك الرجل. فبينصدم إيرين وبقاش عارف يقول إيه. ويكمل أبوه بيقول: ولكن ربما اليوم أو غدا سوف أقابل يلاف بنفسي. لماذا أنت صامت؟ لا يزال بإمكانك التواصل معه، أليس كذلك؟ فبنشوف إيرين وهو بيتصبب عرقه بيقول في نفسه: يجب أن أعتني بهذا قبل أن أغادر إلى الأكاديمية على أي حال. فبيقول لأبوه: نعم فهمت، سأتواصل معه وأتأكد من أنه يمكنك مقابلته غدا. فبيرد على أبوه: حسنا جيد على أي حال، هل قلت أنك ستغادر إلى أكاديمية الفرسان في غضون 3 أيام؟ أظن أنك مستعد لهذا جيدا. فبيرد على إيرين: أجل، يقوم الخادم الشخصي حاليا بالعناية بكل شيء. فبيقول له أبوه: هل هناك أي شيء يمكنني المساعدة به، أو ربما شيء تحتاجه؟ فهنا بنشوف عين إيرين وهي بتلمع وبيقول في نفسه: بالطبع هناك شيء واحد، المشكلة هي أنني لا أستطيع التحدث عنه هنا. وفجأة بيضحك وبيقول: حقيقة أن مجرد اهتمامك بأمري هو أكثر من كافي لي. فبيسعد أبو إيرين من الكلام ده وبيقول: إذا يمكنك أن تذهب وترتاح. وبيقول في نفسه: لقد أصبح حقا شخصا مختلفا في أيام قليلة. وفعلا بيستأذن إيرين وبيخرج من المكتب، وحرفيا لما يخرج بيكون مصدوم من إجراء المقابلة التي أجراها مع والده، وبيقول في نفسه: لقد فوجئت قليلا، على أي حال كيف عرف أبي؟ لكن فجأة بيظهر واحد خلف إيرين وبيفاجئه وبيقول له: سيدي الشاب، لماذا لا نحظى بمحادثة صغيرة بيني وبينك؟ فبنشوف إيرين وهو بيقول في نفسه: يود المشرف بدء محادثة معي؟ حسنا، هذا جديد نوعا ما، فإنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا. فبيقول: إجراء محادثة لا يضر أبدا، ماذا هناك؟ فبيقول له المشرف: كيف عرفت عن موضوع الأنسة دارين وعلاقتها بشركة داميان؟
فبيتفاجأ إيرين وبيقول في نفسه: إذا كان عن هذا الأمر، إذا الآن عرفت من كان يتتبعني طول الفترة الماضية. فإذا كان أبي هو الشخص الذي يقوم بالتحقيقات، فعندئذ لن تستطيع دارين أن تفلت منه. وبنشوف إيرين وهو بيقول له: ولكن والدي هو الشخص الذي كان مفاجئا حقا اليوم. فبيستغرب عليه المشرف وبيقول: ماذا تقصد بذلك؟ فبيرد عليه: لطالما اعتقدت أنه شخص لن يسمح لأختي باللعب بالجوار أبدا. لكن بنشوف المشرف وهو بيقول: هذا أمر أقرب إلى التغاضي. السيد يعطي آمالا كبيرة على موهبة أختك، بدلا من توبيخها ومعاقبتها يتمنى لها أن تدرك العواقب بنفسها، على الرغم من أن هذه القضية لن تجعلها تدرك الكثير. لكن بنشوف إيرين بيقول في نفسه: هذا يعني أن نقطة ضعف أختي دارين قد اختفت. فبنشوف المشرف وهو بيقول إيرين: أرجوك أجبني، هل أخبرك أحد من الشركة؟ فبيرد عليه إيرين: لقد خمنت ذلك فقط. فبيستغرب المشرف وبيقول: معذرة؟ فبيقول له إيرين: إذا كان الأمر يتعلق بحجم أراضينا فهو عميل كبير جدا، لذا سيفعل التجارة أي شيء لجذب العملاء، فأنا فقط قد رميت الطعم وأخذته أختي، هذا كل شيء. فبينصدم المشرف حرفيا من كلام إيرين وبيقول: هذا ما حدث إذن. فبيرد على إيرين: هل هناك أي شيء آخر تريد أن تسأل عنه؟ فبيرد على المشرف: لا أعتقد ذلك. فبيقول له إيرين: إذن سأغادر الآن، أنا مشغول قليلا بسبب يولاف. وفعلا بيسيبوا إيرين وبيمشي. وبنشوف إيرين وهو بيقول في نفسه: هذا أصبح مزعجا حقا في العديد من المستويات، ربما ذلك الأمر يقترب. شيء يجب أن أفعله قبل أن أذهب إلى الأكاديمية، شيء يجب أن أفعله من أجل ستيل فارت، إنه شيء خطير، لكن أنا الحالي لابد أن أكون قادرا على القيام به، ولكن لن تعرف ذلك أبدا، لذا من الأفضل أن أبدأ في الاستثمار. وفعلا بنشوف إيرين فتح نافذة السوق التابعة وبيشوف أسعار سنة الصقل الداخلية، وحرفيا إيرين بيكون مصدوم وبيقول في نفسه: هل هم مجانين؟ هذه الأسعار جنونية، لهذا السبب لا يمكنك التحدث بشكل جيد عن الأسواق التابعة. وبنشوف إيرين بيفعل ميزة فهم التدفق، وبنشوف أنه متوسط سعر الصقل الداخلي للعام الواحد هو 300 عملة، ومتوسط تجارة الصقل الداخلي للقناة هو منخفض حاليا. وبيقول: حسنا، متوسط سعر التجارة مرتفع قليلا، ولكن سنة من الصقل الداخلي يكلف 300 قطعة ذهبية، وهذا يكون متوسط الراتب الكامل لفارس من الدرجة الأولى. ولكن من منظور تحقيق شخص لذلك في النظام واحد لمدة عام، فإن السعر لا معنى له على الإطلاق. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن سنة الصقل الداخلية ليست سنة تحقيق، فمقدار مستخدم فنون الدفاع عن النفس العادي الذي ليس عبقريا ولا أحمقا يمكن الحصول على ذلك عن طريق التدريب لمدة عام كامل باستخدام تقنية الصقل الداخلي الأساسية، وهذا هو ما يدعى بعالم الصقل الداخلي. وبنشوف إيرين هو بيفتكر سوكي هيون وبيقول: لقد مر بعض الوقت منذ أن استقر الناس في النظام واحد على هذه القيمة، حاليا قيمة عام من الصقل الداخلي هي تقريبا 300 عملة. إذا كان سوكيوم من أصحاب الصقل الداخلي لمدة 50 عاما، فلا يوجد شيء آخر يمكن قوله. لا توجد طريق يمكن بها لأمين مكتبة في النظام واحد أن يتدرب لمدة نصف قرن على التوالي. لا أستطيع أن أقول أنها بغزة الثمن فقط، ولكن قد أستطيع شرائها أيضا بسعر أرخص من ذلك، سأضطر إلى تخطي الأسواق التابعة. وبنشوف إيرين هو بيبحث عن إعلانات سنة الصقل الداخلية بحد أقصى 300 عملة. وفعلا في إعلان بيلفت نظر إيرين وبيدخل عليه، وبنعرف إنها فتاة التنين الأصفر، وهي تعرض سنة الصقل الداخلية مقابل 250 عملة، وتبلغ قيمة كل السنين التي تمتلكها 2300 عملة لكل 10 سنوات من الصقل الداخلي. فبيقول إيرين: هذا هو أرخص واحد، على الرغم من أنها تساوي نصف العملات التي أمتلكها حاليا، إلا أنني لا أستطيع التردد في ذلك. وفعلا إيرين بيقوم بعملية الشراء. وبنشوف إيرين هو بيقول في نفسه: إذا فكرت في السعر فمن الأفضل بكثير شراء الجرعات أو الصقل المخمر وامتصاصها، ولكن ليس لدي الوقت الكافي لذلك. بعدها بنشوف إيرين وهو جالس وبيتجهز لامتصاص كمية الصقل التي قام بشرائها. وفعلا بدأ عملية الامتصاص، وبدأت تيارات المانا الدخول في جسده.
وبدأت تتعاظم المانة الخاصة التي داخل جسده. وفعلا استطاع إيرين امتصاصها جميعا، وبيقول في نفسه: وبهذا قضيت 60 عاما من الصقل الداخلي، أو بالأحرى 63 سنة كي أكون دقيقا. إنه قريب من لا شيء في النظام واحد، ولكن 60 عاما من الصقل الداخلي لا يزال شيئا ما. وفجأة بيجي إشعار لإيرين، والإشعار مكتوب فيه: لقد حصلت على إنجاز جديد بامتصاصك 60 عاما من الصقل الداخلي. جائزة الإنجاز: تلقيت 5 سنوات من الصقل الداخلي. فبيتفاجئ إيرين وبيقول في نفسه: الآن بعد أن فكرت في الأمر أصبح الذهاب إلى النظام 2 قريبا من المستحيل. وبنشوف الإنجازات المتبقية حتى مستوى التجارة التالي، وهي 1 من 5. وبنشوف حالات الروح المطلوبة بالترتيب. وبيقول إيرين في نفسه: السبب في أنني كنت قادرا على الذهاب إلى النظام 2 في حياتي الماضية كان فقط بسبب الخطأ. كنت أخطط لبيع كل ما عندي من فنون الدفاع عن النفس وإيقاف تجارة الأبعاد، ولكنني أعتقد أنني لا أستطيع. وبنشوفه هو فاتح إشعار لحالة الروح، وهو مطلوب منه أن يكون بائع فنون الدفاع عن النفس، ويستطيع أن يبيع 30 من فنون الدفاع عن النفس و15 قلعة فأكثر. ويقول إيرين في نفسه: حالات الروح لم أستطع حتى محاولة تحقيقها في حياتي الماضية، لكن في هذه الحياة يمكنني محاولة السعي وراء إنجازات أخرى. فمنذ أن تجاوزت بلا خجل نفسي القديمة في الأسبوعين الماضيين، سأخذ وقتي في تقرير ما أفعل. وفعلا بنشوف إيرين بيكون فاتح نافذة للسوق، وبيقول: سأضطر إلى الحصول على ذلك الآن. أقسم أنني رأيته في السوق التابعة منذ فترة، قد تكون بايظة الثمن لكنهم يبيعونها هنا بالتأكيد. وبنشوف إيرين وهو متفاجئ وبيقول: لقد وجدتها أخيرا، إنها حشرات اليين واليانغ، أخيرا استطعت الوصول إليها. وفعلا بنشوف إيرين فتح لائحة البيانات الخاصة بالحشرات، وبنشوف إنها حشرات اليين واليانغ. حشرات اليين واليانغ زوجان من الطفيليات لهما توافق جيد مع بعضهما البعض، أرواحهم متشابكة مع بعضهما، ومشاعرهم وأفكارهم وعواطفهم وحتى حياتهم وموتهم مرتبطين ببعضهم البعض. وباستخدام هذه الخصية يمكن للمرأة أن يتحكم بشكل مثالي في الهدف. فبنشوف إيرين وهو بيقول: هذا ما يقولونه، أعتقد أنه من الأفضل أن أسأل عنها قبل استخدامها إذا كنت أرغب بالقيام بالأشياء بالشكل الصحيح. وفعلا بنشوف إيرين يطلب مراسلة صاحب هذا الإعلان وبيقول له: هل أنت متصل؟ لقد طلبت الدردشة لأنني أريد أن أسألك عن شيء ما. وفعلا بيرد عليه شيطان الدم المبجل وبيقول له: رجاء اطرح سؤالك. فبيرد على إيرين: أردت أن أسأل عن حشرات اليين واليانغ التي في قائمة العناصر. وبنشوفه هو بيرد عليه بيقول له: أيها العميل، ذلك ليس عنصرا، إنه كائن حي. فبيستغرب إيرين وبيقول في نفسه: عن ماذا يتحدث؟ أليس هو الذي وضعه في صنف العناصر؟ وبيقول له: حسنا أعذرني، أردت معرفة المزيد عن كيفية استخدام حشرات اليين واليانغ، لم أستطع الفهم تماما من مجرد قراءة الوصف. فبيرد على التاجر: ألا تعرف ماذا يعني الاسم؟ ألست من النظام واحد؟ فبيرد على إيرين: حسنا نعم، لكن ماذا يعني الاسم بالضبط؟ فبيرد على التاجر: الحرف الذي تبدأ به كلمة حشرة في اليين واليانغ هو نفس الحرف الذي في كلمة العزلة، وفعلا ده في اللغة الكورية موجود. وبيكمل التاجر بيقول: تتضفل في أجسام الإنسان وتسبب مجموعة متنوعة من الأعراض المثيرة للاهتمام، وحشرة اليين واليانغ هما تماما ثنائي مثير للاهتمام بشكل خاص. هل تعرف ما هو أسوأ شيء يمكن أن تسمعه من خصمك أو من عدوك؟ فبيستغرب إيرين من كلامه وبيقول في نفسه: ما مشكلة هذا البائع؟ فبيكمل التاجر بيقول: لقد أكلت للتو حشرات اليين واليانغ. قلبك يغرق في اللحظة التي تسمع فيها تلك الجملة، ستشعر باليأس وتعتقد أن حياتك قد انتهت. فبيقول له إيرين: هل هذا خطير؟ فبيرد عليه: بالطبع، إذا كنت تستخدم حشرات اليين واليانغ فإن حتى تحويل رجل صادق وجاد إلى رجل حقير وجشع سيكون أسهل من شرب الماء.
وحتى أولئك الذين يتوقون للانتقام من آبائهم سيتحولون إلى متوسلين لأجل حياتهم في لحظة. يا إلهي، فقط لو أنك رأيت وجهه لفهمت ما أتحدث عنه على الفور. فبينصدم إيرين حرفيا من كلامه، بيقول في نفسه: ما خطب هذا الرجل؟ هل هو مجنون؟ هل كان يتحدث عن تجربته الخاصة؟ من هو بحق الجحيم؟ وبيفعل إيرين خاصية عين العناية الإلهية، وبيظهر قدامه جميع بيانات هذا التاجر. وبيعرف إيرين إن التاجر ده شخص شرير جدا، ومهتم بالسحر الأسود والطرق الشيطانية. وبيقول إيرين في نفسه إنه حقا إله الوحشية الشرير الذي تخلى عن أي إنسانية تركت بداخله. إنه شيطان بوجه إنسان. أعتقد أنه وفقا لشروط العالم سيتم اعتباره ساحرا أسود سيء السمعة أو عابدا للشيطان. فبنشوف التاجر هو بيضحك وبيقول: حسنا، أليس الأمر بسيطا؟ فبيستغرب عليه إيرين، وبنشوف إيرين وهو بيضحك وبيقول في نفسه: في الواقع هذا يجعله أكثر جدارة بالثقة. بيقول إيرين: أنت على حق. فبيرد على التاجر: ومع ذلك لا أوصي باستخدامها على عائلتك أو أحبائك. فبيستغرب إيرين وبيقول له: لماذا؟ فبيرد عليه: على الرغم من أنها ستقيم في مضيفها تماما، إلا أنه لا توجد طريقة لتجنب الآثار الجانبية تماما. هناك دائما أشخاص يسألون ويشتكون حول كيفية إزالتها، خاصة أولئك الذين يستخدمونها لكسب قلب النساء. لا تعرف كم يضايقني مركز التجارة إذا كانت هناك أي شكاوي. حسنا، من فضلك ضع في اعتبارك أنه مجرد دخولها إلى جسم المضيف ستكون إزالتها مستحيلة عمليا، لذلك رجاء استخدمها وفقا لتقديرك الخاص. فبينصدم إيرين من الكلام ده وبيقول في نفسه: مستحيل إزالتها؟ أليس هذا رائعا؟ إنه أبعد مما كنت أتوقع. وفعلا بيكون إيرين سعيد جدا بالكلام ده، وبيقول في نفسه: إذا كان الأمر كذلك فلا داعي للقلق، لنرى الشخص الذي سيأكل الحشرة. وفعلا بينتقل بين المشهد إلى أحد الفرسان، وبنشوف إنه إيرين بينده عليه وبيقول: سيد جافس. فبيتفاجئ الفارس وبيقول في نفسه: إنه السيد الشاب. وفعلا بيحييه وبيقول له: أهلا سيدي. فبيرد على إيرين: هل انتهيت من تدريبك؟ فبيرد على الفارس: نعم سيدي، انتهيت منذ برهة. فبيقول إيرين: نظام تدريب الرئيس هافييل كاف لإسقاط معظم الفرسان على ركبهم من الإرهاق، ومع ذلك فإن السيد جافس لا يظهر حتى أي تلميح لفخذ أنفاسه كما هو متوقع من بطل الفرسان. ففعلا بيكون محروج السيد جافس من كلامه، بيقول له: شكرا لك يا سيدي، هذا يسعدني جدا. فبيقول له إيرين: من فضلك اشرب هذا، فكرت أنك قد تشعر بالعطش بعد التدريب. فبيستغرب السيد جافس من كلامه وبيقول: معذرة. وفعلا بياخذ الكاس من إيرين وبيقول له: شكرا جزيلا. وبيقول في نفسه: لماذا يعطي هذا لي؟ لم أتحدث معه من قبل. وبنشوف إن السيد جافس سعيد بالموضوع وبيقول في نفسه: حسنا، إنه ابن السيد، لذلك أعتقد أنه لن يضر أن أكون في صفه. وفعلا بيتفاجئ السيد جافس أول ما يشوف ما في الكوب، وبيكون سائل شكله غريب. فبنشوف السيد جافس وهو متردد جدا وبيقول في نفسه: ماذا بحق الجحيم؟ ما هذا؟ هل حقا أعطاني إياه لأشربه؟ ألا يمكنني عدم شربه؟ فحرفيا بيتوتر السيد جافس وبيقول برضو في نفسه: أشعر أن شيئا سيئا سيحدث في حلقي إذا شربت هذا الشيء. لكن بينظر إلى إيرين وبيكون إيرين حرفيا في قمة الانبهار والسعادة. فبيتحرج السيد جافس وبيقول في نفسه: لماذا يتصرف بهذا الشكل؟ إنه يضغط علي بشدة، لا يمكنني رفضه إذا كان يحدق بي هكذا. وفعلا بيحس السيد جافس إنه هو تدبس في الموضوع ده. وفعلا بدأ يشرب الكوب وبيقول في نفسه: لا يهم، هو لن يقوم بإعطائي شيئا لا يجب أن أشربه، أليس كذلك؟ وفعلا بيكون متقزز جدا من السائل اللي شربه وبيقول في نفسه: هذا مقرف جدا. فبنشوف إيرين وهو بيقول له: كيف كان هذا؟ لقد أعددته خصيصا من أجلك فقط. فبيبص على السيد جافس وهو متحمل مرارة ما شربه وبيقول: أشعر بصحة جيدة، هذا بالتأكيد جيد لجسدي.
فبيقول له إيرين هذا مريح، هل يمكنني استعادة الكوب؟ فبيقول له سيد جيفس نعم تفضل بالتأكيد، شكرا لك على المشروب. وفعلا بيشوف إيرين وبيتأكد إنه سيد جيفس شرب كل محتوى الكوب، وبيقول حسنا هذا رائع. وبنشوف إن السيد جافس حرفيا بيشكر إيرين وبيقول له شكرا جزيلا يا سيدي، أتطلع لرفقتك في المستقبل. فبيقول له إيرين هل أنت ممتن حقا؟ فبيستغرب السيد جافس وبيقول نعم بالطبع أنا كذلك. فبيقول له إيرين إذا كان هذا هو الحال أود منك أن ترد الجميل، هناك دائما الأخذ والعطاء، هل أنا على حق؟ فبيستغرب السيد جافس من أسلوب إيرين وبيقول حسنا هل لديك شيء تريد أن تطلبه مني يا سيدي؟ وبيقول في نفسه لم يكن عليه أن يجعلني أشرب ذلك الشيء المثير للإشمئزاز، كان يجب عليه فقط تقديم طلبه بدون ذلك. وبيقول إيرين من فضلك أطلب ما تريد. فبيرد على إيرين حسنا لا أعتقد أنني يجب أن أخبرك هنا. فبيستغرب السيد جافس من الموضوع ده. وفعلا بينتقل بين المشهد إلى الغابة، وبنشوف السيد جافس وهو بيقول أتريد إنشاء هالة يا سيدي كما تقول؟ حسنا إذا اتبعت الإجراءات الصحيحة خطوة بخطوة فستحقق ذلك في النهاية. فبيرد على إيرين هل يمكنك أن تريني هالتك؟ أريد أن أرى هالتك. وفعلا بنشوف إيرين متحمس للموضوع ده. فبنشوف السيد جافس وهو سعيد وبيقول في نفسه هذا ما أراده، لهذا أحضر لي الشراب، إنه طفل في النهاية ولكن كم هو لطيف حرفيا يا سيد جافس. وبيكمل السيد جافس وبيقول لست مكرما جدا بإظهار هالتي للآخرين، لكن بما أنني مدين له بخدمة فلا أظن أن في ذلك حرج. وبيقول السيد جافس جيد جدا إذا من فضلك ارجع خطوة للوراء. وفعلا بيطلع السيف بتاعه وبيبدأ يركز عشان يجمع الهالة الخاصة بيه. وفعلا بنشوف انه هو بيخرج هالة ضخمة جدا وقوية ونقية وبيضخها في السيف الخاص بي. وإيرين بيكون مصدوم حرفيا من كمية الهالة وقوتها، وبيقول في نفسه كما هو متوقع من بطل الفرسان جودة لون وكثافة هالته لا تضاهى مع تلك الخاصة بأخي الأكبر، ومع ذلك انه ليس بالمستوى الذي يجب ان اقلق بشأنه. وبنشوف إيرين وهو سعيد جدا وبيقول في نفسه يبدو أن الأمور ستصبح أكثر سلاسة مما توقعت. وبنشوف إيرين وهو تحول تماما وأصبح منبهر وبيقول كما هو متوقع من السيد جافس. فبيقول للسيد جافس أنا أشعر بالإطراء حقا بالمقارنة مع سيد الكونت، لا بل مع الرئيس فقط فأنا لا شيء حقا، ولكن بالمناسبة هناك الكثير من مستخدمي الهالة، لذا هل كان هناك سبب لاختياري أنا خاصة؟ فبيرد على إيرين هذا لأنك الأصغر سن بينهم. وبيقول له إيرين كمان متى أتقنت الهالة؟ إذا أتقنتها بشكل طبيعي فمن المحتمل أن يستغرق الأمر من 4 إلى 5 سنوات، فحتى لو أتقنتها في وقت أبكر من الآخرين كما هو الحال في الأوائل من العشرينات من العمر فما زالت لم تمر 10 سنوات بعد عليها. وبنشوف إيرين وهو بيكمل وبيقول الشعور بتخطي الحائط ومعرفة كيفية تجاوز نفسك، من غيرك سيتذكر هذا بوضوح. وبنشوف السيد جافس وهو سعيد وبيقول حسنا لهذا السبب، لكن هل كان علينا أن نأتي إلى هذا المكان المعزول؟ لا يجب أن تخجل من شغفك برؤية الهالة. لكن إيرين حرفيا لا يلقي لكلامه بأي اهتمام. وبيقول السيد جافس في نفسه تبا ربما لا تبدو مشاعر المراهق جيدة جدا من منظور الكبار. وبيقول له حسنا. وفجأة بنشوف إيرين وهو بيصفق له، فبينصدم السيد جافس وبيستغرب من فعل إيرين. وبيقول له إيرين هل أدركت غرابة الأمر أخيرا؟ فبيستغرب السيد جافس وبيقول له معذرة. فبيقول له إيرين حسنا لقد أمسكت بي أخيرا، أليس كذلك يا صديقي العزيز؟ ولهنا عزيزي المشاهد نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، أتمنى أنك تكون استمتعت معنا النهاردة، فتبخلش علينا بعمل شير ولايك وسبسكرايب، وما تنساش قبل الختام أن تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيكون لنا لقاء آخر قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.